دايما بوصف انا السمنه بانها الوحش المفترس. دايما بنبقى حريصين ان احنا دايما نبقى ابديتد ودايما بنقرا الـ كل ما هو جديد في عالم السمنه. اذا كانت الوزن دي انا هدي مثل قريب كده عشان ايه الناس تفهم، وكل مريض سمنه المفروض هيسمعني دلوقتي هيقول هو ده اللي بيحصل. انا دلوقتي مثلا مريض سمنه المفروض وزني 150 كيلو وعملت رجيم مثلا وصلت مثلا ل 100 كيلو، اول لما اسيب الرجيم من هنا ايه اللي بيحصل؟ رجوع في الوزن تاني يمكن اكتر من ما كان عليه. هي دي ذاكره الوزن، اليويو داي زي ما بنسميه. احنا عايزين نعالج ذاكره الوزن دي، نحطها في سيتويشن جديد، نحطها في وضع جديد علشان نتعود عليه ونمشي عليه. الموضوع ده صعب مش سهل، الجراحات هي اقصر طريق ليه وهو اللي عمل النقله. يعني يا رب الناس تكون فاهمه بس قصه ذاكره الوزن دي، لان هو ده لب الموضوع. فكره الاراده دي ده كلام غير صحيح وغير علمي، لان الدراسات اثبتت ان في عامل هرموني، في حاجه اسمها ستيب بوينت، الكلام دوت مثبت علميا دلوقتي خلاص. فدي ما لهوش علاقه بالاراده، الناس دي عندها اراده قويه جدا بدليل انه جرب. يعني هو لو ما كانش جرب اقول لك ماشي ما عندوش اراده، لكن هو جرب وما نجحش عشان حاجه خارجه عن ارادته. فعلا كتير من الناس ما كانتش فاهمه ذاكره الوزن، النهارده بدات تفهمه عشان يفهموا انه فعلا هم بيحاربوا وحش وبيحاربوا عفريت وشيطان. السمنه دي شيطان بنت لذينه، ويتهيالك ان انت هزمته خلاص وخلاص هتنتصر عليه، وفي لحظه يلف عليك يرجعك تاني يعني تحت الارض ويرجعك زي ما بيقولوا لعبه السلم والتعبان. فعلا الدكتور محمد فريد استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، دكتوراه ومدرس الجراحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بكم. دايما بوصف أنا السمنة بأنها الوحش المفترس. تعالوا بقى نرحب بضيف العزيز، واحد من نجوم عالم السمنة النهاردة، وهيحكي لنا قصص مثيرة جدا في عالم جراحات السمنة. اسم قدير بارز أكاديمي من طراز رفيع، دايما العلم بتاعه يعني مميز جدا، ودايما أوصفه بأنه سهل الممتنع، معلومات جميلة جدا وشيقة لكنها غير معروفة عند كثير من الناس. القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع دكتور محمد فريد، استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، الدكتوراه والمدرس للجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات المناظير والسمنة الاسم القدير ونجم من نجوم عالم الجراحات المتخصصه في السمنه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور، منورني. النهارده انت قلت لي ان انا جاي لك مفاجات في الجديد في جراحات السمنه، صح كده؟ قول لي بقى ايه المفاجات. احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا دايما نبقى ابديتد ودايما بنقرا كل ما هو جديد في عالم السمنه، مش بس الجراحات، السمنه المفرطه واسبابها واضرارها وطرق العلاج الحديثه، اذا كانت طرق دوائيه او طرق جراحيه. فحاجة مقال 12 حديثا في كليفلاند اند كلينيك، المستشفى المشهورة في أمريكا، عن حاجة اسمها ذاكرة الوزن. وأنا في وجهة نظري المفهوم دوت هيغير المنتاليتي بتاعتنا، أو هيغير طريقة تفكيرنا مع تعاملنا مع السمنة المفرطة، اللي هي الستيب بوينت اللي هو ذاكرة الوزن. احنا هنبدأ نقول دلوقتي احنا هنعالج ذاكرة الوزن مش الوزن الزائد. يعني ايه ذاكره الوزن وايه دورها في السمنه المفرطه وازاي هنعالجها؟ ده اللي هنحابب نتكلم فيه النهارده مع الجمهور بتاعنا وبتاع حضرتك، لان الموضوع دوت شيق جدا، هيفيد الناس اللي عندهم مرض السمنه المفرطه، وهيفيد برضو الناس اللي هي محافظه على وزنها انها ما تزيدش في الوزن. احنا هنقول تعليمات وارشادات ازاي نفهم موضوع الوزن ده بيزيد ازاي وقصته ماشيه ازاي، يعني ايه ذاكره وزن وازاي بتاثر. يعني موضوع انا شخصيا نور لي حاجات كتير كانت موجوده، وكان في كلام كنت بقوله للعيانين بواقع الخبره ما كانتش مثبت علميا، اكتشفنا ان الناس بره اثبتته علميا ووضحته وكتبته في اوراق بحثيه البيبرز والكلام ده. ذاكره الوزن كلمه مثيره جدا، يعني احنا مثلا عندنا حاجه اسمها ذاكره الغضروف، عندنا حاجه بالزبط. اسمها ذاكره السنه، ان السنان بتحفظ وضعها حتى بالزبط. لما نعملها التقويم بترجع تاني. هي ذاكره الوزن حاجه زي كده يعني بالظبط. يعني ذاكره الوزن دي انا هدي مثل قريب كده عشان ايه الناس تفهم، وكل مريض سمنه المفروض هيسمعني دلوقتي هيقول هو ده اللي بيحصل. انا دلوقتي مثلا مريض سمنه المفروض وزني 150 كيلو وعملت رجيم مثلا وصلت مثلا ل 100 كيلو، اول لما اسيب الرجيم من هنا ايه اللي بيحصل؟ رجوع في الوزن تاني يمكن اكتر من ما كان عليه. هي دي ذاكره الوزن، اليويو داي زي ما بنسميه. ليه بقى بيحصل القصه دي؟ لان الجسم بيتعود على الوزن الكبير ده،
وبيحفظ ان هو ده وزنه الطبيعي. انا وزني الطبيعي 150 كيلو، بالذات لو فضل وزني زياده لفتره كبيره من زمن 3 4 سنين 5 سنين، فالجسم بيعتبر اي حاجه تخليني اقلل الكالوريك انتيك او ان انا اقلل سعرات الحراريه اللي باكلها او اقلل النظام الغذائي، بيحس كانه هجوم عليه، هجوم يهدد حياته، وبالتالي يبدا يعني ده بجد ده حقيقي بجد ده حرفيا كده ده حقيقي كانه بالظبط في تعرض لنار، تعرض بالزبط. الى هجوم متوحش، كان في كهرباء جاي على جسمي. بالظبط 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 يا دكتور ايمن. وبيبدا الجسم يستثار من ناحيه الهرمونيه والناحيه العصبيه وناحيه الجهاز الهضمي. فالانسان كل الناس يقول لك انا عملت رجيم يا دكتور وخسيت ورجعت ازيد مما كنت، وده ملاحظ جدا وكل عنين كده. ليه؟ علشان ذاكره الوزن، الجسم بيحط نفسه في الديفنس ميكانيزم، خط دفاع. انا بدات اقل في وزني، اذا انا بتعرض لخطر، فانا هبدا استثير كل الهرمونات والاجهزه العصبيه عندي والحاجات السيكولوجيه النفسيه علشان ارجع ازيد في الوزن تاني عشان ده وزني الطبيعي. وهنا بدا يقول الكلام دوت، انا لما بعمل رجيم بقلل الكالوريك انتيك، فيبدا الميتابوليزم عندي يقل، فيبدا الجسم يزود هرمونات الجوع اللي هو الجريلين، ويقلل الليبتين، ويقلل الهرمون بتاع الشبع، ويبقى عندي شراهة شديدة جدا للأكل. النقطة دي اللي فهمتنا إن أنا لازم أحافظ على الثبات ده لفترة طويلة علشان جسمي يتعود عليه. وهنا دي نقطة جراحة بس أنا هتكلم فيها في الآخر، إن أنا هو ده اللي إحنا بنعمله. إحنا عايزين نعالج ذاكرة الوزن دي، نحطها في سيتويشن جديد، نحطها في وضع جديد علشان نتعود عليه ونمشي عليه. الموضوع ده صعب مش سهل، الجراحات هي أقصر طريق لي وهو اللي عمل النقلة. يعني يا رب الناس تكون فهمت بس قصه ذاكره الوزن دي، ان هو ده لب الموضوع. زي مثلا المريض مثلا اللي يقول لك انا ما باكلش هاكل خالص، تلاقي مثلا عيان جدا يجي يشتكي يقول لك انا مش هاكل خالص، وتلاقي وزنه ما بينزلش، لان برضو قليه الاكل بتحط الجسم في نفس الديفنس ميكانيزم. الجسم بيقلل بالبلدي كده من قدره الحرق بتاعته، يقلل الميتابوليزم بتاعه، يقلل الميتابوليزم بتاعه، فيهدي بقى كان انت لما تقلل النور بالزبط. اللي داخل هطفي الانوار كلها واشغلك على لمبه. بالظبط كده بالظبط كده، هو ده اللي بيحصل. وبالتالي يقول لك يا دكتور ده انا ما باكلش وما بخستش. ما انت بتخسش عشان ما بتاكلش، يبقى انت لازم تاكل اكل بطريقه معينه بكالوريز معينه علشان اقدر احافظ على معدل الحرق بتاعي. النقطه دي هتغير الفكر، ان انا بعمل حاجه. اذا كنت بقى لسه هنتكلم عن طرق العلاج بعد ما فهمنا لذاكره الوزن دوت وعلاقتها بالقصه دي، لان في نقطه برضو مهمه يا دكتور ايمن. الجسم يقدر يقعد يعني ما يقدرش يقعد 40 45 يوم من غير اكل، فبيبدا ربنا حاطط لنا الديفنس ميكانيزم ديت علشان ايه؟ احافظ على حياتي. لكن لو قعدت 45 يوم باكل كتير ولا حاجه، ازيد في الوزن. يعني يعني الديفنس ميكانيزم دوت مع قليه الاكل مش مع زيادته، عشان الناس لازم تفهم القصه دي كويس. فاحنا بنعمل ايه؟ بنغير المفاهيم دي بقى، نبدا نعمل السايكولوجيكال لينك دوت عن طرق كتير. اولها الدايت، يبقى انا هحافظ في الاكل بتاعي على الاكل فيه خضار كتير، فاكهه كتير، بروتين كتير، واقلل النشويات علشان اقلل الخلايا الدهنيه وازود معدل الحرق. ابدا امارس الرياضه، كل ده حاجات بتعالج ذاكره الوزن مش الوزن بس. طب الرياضه هتعالج ذاكره الوزن ازاي؟ ان الرياضه هبدا ازود الكتله العضليه عندي. الخلايا العضليه زي ما حضرتك عارف انها بتزود الحرق والميتابوليزم فيها اعلى من الخلايا الدهنيه، فيبدا وزني يحافظ على الكتله العضليه بتاعته وبالعكس ويزودها، فيزود الحرق بتاعي فيغير في ذاكره الوزن بتاعتي. النقطه الثانيه النوم، النوم الكويس، النوم الكويس مهم جدا عشان يبدا جسمي يحرق كويس. نمره 3 الستريس مانجمنت او اداره الانفعالي، وده معظمنا بنعاني منه اللي هو الجوع العاطفي، الاكل العاطفي. فانا لما اعمل مانجمنت او اعمل اداره جيده للموضوع دوت ابدا احافظ على الوزن بتاعي. واخرهم بقى وانا في وجهه نظري اقواهم والعلم بيقول حتى كده، الجراحات. ايه ميزه الجراحات في علاج ذاكره الوزن ده؟ ميزه الجراحات في علاج ذاكره الوزن دوت ان هي بتجبرني على نظام غذائي معين وكميه كالوريز وسعرات حراريه معينه لفتره لا تقل عن سنه ونص سنتين. عشان كده هي ديت اللي عملت الايه؟ التحول. ليه دايما بنقول ان معدل زياده الوزن بعد جراحات السمن اقل من اي نوع من انواع الرجيم؟ عشان اللقطه دي، انا بقدر اخلي العيان بتاعي ياخد كميه اكل قليله لفترات طويله، فيبدا يحصل السايكولوجيكال لينك، ان انا خلاص ده الجسم بتاعي، ده الشيب بتاعي، دي الكالوريز اللي انا محتاجها، الوضع القديم دوت انا نسيته خالص وبدات في الوضع الجديد. عشان كده بنقول اي عيان عمل كل طرق الدايت والرجيم والاكسرسايز وما نجحش في القصه دي يبقى هو قدامه جراحات السمنة. لان في برضه نقطه الناس يعني عندهم يعني تانيب ضمير زياده او سنس اوف جلد وجلد للذات، يقول لك انا لجأت للجراحه يبقى انا ما عنديش اراده قويه. في دراسه حديثه معموله لسه 2021
لقت ان اكتر من 90-95% من مرضى السمنه المفرطه اللي بيلجأوا للعمليات بيبقى ليهم تاريخ طويل جدا. يمكن الدراسه ذكرت سبع مرات محاولات رجيم، محاولات رجيم ناجحه، يعني يخس ويطلع يخس ويطلع. عشان كده معظم العيانين بيقولوا لك يا دكتور ده انا حياتي كلها مقضيها في الرجيم، انا كل حياتي مقضيها رجيم ودايت. عشان ده اللي بيفسر يخس وذاكره الوزن تقوم راجعه تاني. عشان كده جت الجراحات دي، انت عندك اراده قويه وانت شخص متزن وما انتش متخاذل وما انتش بتستسهل العمليات، لكن ده شق هرموني زي ما شرحنا، هرمون الجريلين بيزيد بتاع الجوع وهرمون الليبتين بيقل بتاع الشبع، وبالتالي بتبدا الموضوع هرموني اكتر منه اراده وشيء نفسي. عشان كده العمليات خدت بقى، عملت هاند اوفر على القصه دي في اخر 10-15 سنه علشان السستيند ويت لوس، الاستمراريه في نزول الوزن. وقطعت العلاقه على الليبتين ده. الله ينور على حضرتك. قطعت القلب، هو الليبتين متصل بقبه المعده بالظبط، فانا بفصل قبه المعده، انا فصلت بالزبط. زي ما بيقولوا التريجر او بدايه الشعله يعني. بالظبط. فانت انت العمليات ديت اديتك الشق الهرموني، انها قللت الجريلين المسؤول عن الجوع، قللته خالص، فبقى الجسم حتى لما يحاول يزود الجريلين ده من بقيه الريسبتورز اللي في الجسم بقت كميته اقل من البني ادم اللي مش عامل عمليه. نمره اثنين، حتى لو حسيت بالجوع زياده دوت وبدات تاكل مش هتعرف تاكل، اذا كنت عامل تكميم او تحويل في كميه الاكل صغرت. اذا انا عملت لك كده، ودايما بقول للعينين عندي بقول لهم كلمه مشهوره، يا جماعه العمليه في الدماغ من قبل حتى ما نقرا الدراسه دي، مش في الجهاز الهضمي ولا في المعده. ما كانتش العمليه هتعمل لك اللينك دوت، مش هتقدر تحافظ على نزولك في الوزن لمده طويله. اللي تربط لك مخك بالجديد، الله ينور على حضرتك، تعمل ريسيت لمخك بالظبط، بتسطب المخ بلغتنا الدارجه كده، بتسطب المخ على الوضع الجديد بتاعك، على الوضع الجديد. دي كميه الاكل بتاعتك، دي الكالوريز بتاعتك، انا محتاج العب رياضه. عشان كده بنقول دايما لازم العيان يلعب رياضه. ليه؟ عشان يعمل النقطه دي، انا بقلل الخلايا الدهنيه، بزود الخلايا العضليه، فزود الميتابوليزم، ما يبقاش عندي ثبات في الوزن، بالعكس يبقى عندي نزول. واحافظ على القصه دي لمده سنه، سنه ونص، سنتين اجباري، خلاص عملت السايكولوجيكال لينك، قطعت الدايره بتاعت ايه الستيب بوينت اللي الدراسه اتكلمت عنها. موضوع مهم جدا، وفهمنا حاجات كتير الصراحه جدا جدا، في ليه الناس ما بتعرفش تخس على الرجيم، ليه العمليات انجح كتير من نظم الدايت والاكسرسايز. يعني نقطه مهمه جدا حبينا نتكلم فيها مع مرضى السمنه المفرطه. طيب انا عندي اسئله يعني تدور حول هذا الامر، عن ذاكره زياده الوزن او ذاكره الوزن، بس عايز اكد على نقطه مهمه انت قلتها، هي حته ان الشاب بالذات عنده 23-24 سنه يعاني من السمنه المفرطه، فبيروح لاهله ويقول لهم اعملوا لي العمليه. الولد مش معاه فلوس بالظبط، بيروح لاهله. فاهله بعضهم بيشجع، وده الاهل اللي انا بحبهم، والبعض الاخر بيخاف، وده اهل بحبهم برضو، لان الخوف ده شيء جميل جدا، بس يقرا وبيتفرج علينا كتير فيبدا يفهم ان الموضوع مش بالرعب ده. والجزء الثالث بيبخل. موجودين طبعا. ويقولوا له ايه الجمله المشهوره؟ يا واد انت ما عندكش اراده، انت واد تعبان، انت واد مش جامد، ايه فين الاراده؟ الاراده في بقك. ويجي له واحد بقى مش فاهم من العيله يخبطه الجمله، ليه اقفل بقك، هي العمليه مش هتاخد، اقفل بقك، انت اقفل بقك، خلي عندك اراده، اديله كلمتين. الولد ده هيبقى هنا بقى كمان مضغوط جدا تحت وطئه الاتهام بانه ما عندوش اراده وانه مش راجل اناف ان هو قادر يمسك نفسه. لو بنت طبعا هتقعد تعيط. الحاجه بقى اللي انا عايز افهمها بقى، الجراحات بتعمل ايه عشان تغير، نقرب منها شويه، تغير ذاكره الوزن دي؟ وهل ذاكره الوزن تعمم على كل مرضى السمنه المفرطه ولا لا؟ السؤال الثاني. وذاكره الوزن دي هل بعد جراحه السمنه تضمن ان ما ترجعش ذاكره الوزن من القديم تسيطر مره اخرى وتحط ايدها على العيان دوت كانه شيطان بعد ورجع تاني زي الافلام الرعب؟ انت عارف افلام الرعب؟ طبعا. الشيطان اعتقد ان احنا انتصرنا عليه، وفي اخر لقطه في الفيلم كان يرجع الشيطان تاني. ايوه بالظبط، يرجع الشيطان تاني. السؤال الاخير ده حلو جدا يا دكتور. ان فعلا ده يعني الناس بتساله، هي مش فاهمه ان هو ده السؤال، ان انا لو حسيت في الوزن من العمليه هرجع تاني ولا لا، وهل فعلا العمليه بتاثر على ده ولا لا. لو احنا فهمنا ان ذاكره الوزن او الستيب بوينت دي ليها تاثير هرموني، والعمليه ليها تاثير هرموني، يبقى انا خلاص انا شلت ده قصاد ده. ذاكره الوزن بتلعب على الشيء الهرموني، بتزود هرمون الجوع الجريلين عشان اعوض
نزولي في الوزن دوت، والشاب اللي عنده 23 سنه ده اللي هو فاكر ان هو فعلا كده وحاسس ما عندوش اراده، احنا لسه قايلين الدراسات اثبتت 100% الشاب ده ما حدش بيحب يبقى شكله تخين، ما حدش بيحب يبقى شكل اللبس عليه وحش، ما حدش بيحب يسمع تنمر مش بس من اهله ومن اصحابه ومن كل الناس حتى في المواصلات وفي شغله، فاكيد 100% حاول نظام رجيم. ودول اكتر الدراسه قالت كده اكتر من 7 مرات رجيم يخس ويرجع في الوزن، يخس ويرجع في الوزن. فهو فكره الاراده دي ده كلام غير صحيح وغير علمي، لان الدراسات اثبتت ان في عامل هرموني وفي حاجه اسمها ستيب بوينت، الكلام دوت مثبت علميا دلوقتي خلاص، فدي ما لهاش علاقه بالاراده. الناس دي عندها اراده قويه جدا بدليل انه جرب، يعني هو لو ما كانش جرب اقول لك ماشي ما عندوش اراده، لكن هو جرب وما نجحش عشان حاجه خارجه عن ارادته. فيبقى احنا جاوبنا على النقطه الاولانيه، فانت ما تبخلش على ابنك، لان انت لو بخلان عليه دلوقتي فانت هتصرف اكتر بكتير قدام على علاج. وبعدين مش هيصرف بس، هو هيعيش حياه مأساوية بكل مقاييسها. لسه كان عندنا لا اكبر من اي فلوس، يعني لسه كان عندنا ولد عنده تقوس في رجليه، جاينا من اعمل عمليه الاسبوع اللي فات، عنده تقوس في رجليه وسايبينه عشان ايه؟ خس خس خس، ودكاتره العظام مش عايزين يعملوا له العمليه الا لما يخس، وساب نفسه لغايه ما عنده 24 سنه. يبقى انت دمرت فتره شبابه الحلوه بسبب الوزن الزايد، بسبب انه مش عارف يتحرك. فلا، هو مريض السمنه المفرطه دوت اكتر من 95% منهم جربوا، ناس عندها اراده قويه جدا، ما يتهموش نفسهم، ما يبقاش عندهم جلد للذات. نمرة 2، انت ما تبخلش عليه، ان انت لو حسبتها حتى بالورقه والقلم انت كده بتوفر مش بتصرف اكتر. نمرة 3، موضوع العمليه ليها بتعالج ذاكره الوزن ولا لا؟ بتعالجه طبعا، ان احنا بنشيل في عمليه تكميم قبه المعده، في عمليه تحويل المسار ليها شق هرموني قوي جدا، ان احنا بنعمل تاخير لمسار الاكل وبنزود الجي ال بي 1 من اخر الانتستين والقصه دي كلها. فاحنا عالجنا نظريه ذاكره الوزن دي. فالعيان لو غير النظام بتاعه كويس وسمع التعليمات ومشي عليها مش هيرجع للوزن تاني، وده محقق ومؤكد. الناس بترجع في الوزن تاني لما بتسمعش تعليمات كويس، ما بتقدرش تعمل اللينك اللي احنا بنقوله ان احنا نعمل الوصله دي ما بين العمليه. بينتصر عليهم الليبتين. الله، بالظبط كده، بينتصر عليهم بالظبط كده. هو مؤثر جدا. هو سؤالي اللي انا عايز اتكلم عليه بالتفصيل شويه، نوع العمليه بيفرق في التعامل مع ذاكره الوزن؟ احنا عندنا عمليتين مشهورتين، التكميم وتحويل المعده. انت بقى من خلال خبراتك احكي لي كده، التكميم وتحويل المسار بيعمل ايه؟ يعني هو العمليات الاثنين فيري افكتيف في القصه دي، لان هي بتحطك على النظام. يعني ما فيش فرق جوهري في موضوع العمليه وان هي تغير ذاكره الوزن عندك، لان هي الهدف من تغيير ذاكره الوزن ان انا احافظ على كميه اكل قليل لفتره طويله علشان اغير الذاكره بتاعتي، اغير الهرمونات بتاعتي للوضع الجديد. اذا كنت هوصل بقى احسن لي تحويل مسار هعملها تبقى هي المناسبه بالنسبه لي، احسن لي تكميم معده هعملها وهي المناسبه بالنسبه لي. اختيار العمليه ليه عوامل كتير زي ما اتكلمنا في حلقات كتير في البرنامج هنا، ان ليه عوامل كتير، لكن الاثنين ليهم نفس الافكت في موضوع الستيب بوينت دي او ذاكره الوزن، لان هي بتعالج قصه الكالوريز انتيك وبتعالج كميه الاكل وبتعالج اللايف ستايل اللي هو اصلا بيلعب عليها ذاكره الوزن. فنوع العمليه ما بيفرقش، لكن الالتزام بالتعليمات هو اللي بيفرق، واتبعها بالحرف زي ما بيقول. التخوف دايما من العمليات يكمن في كلمة الأمان بيني وبينك، يعني طبعا يعني احنا عمالين نقول ايه، ممكن يبقى صعب ان اهل يبخلوا على ابنهم يعني هي. بس هم بيخافوا عليه فعلا؟ والله دكتور ايمن، احنا العملية ديت لسه اخر حاجة قريها في 2021 157 الف حالة تكميم معدة فقط في الولايات المتحدة. 160 يعني 160 الف 160 الف حالة تكميم معدة في امريكا بس، واحنا في الوطن العربي عندنا هنا في الشرق الاوسط يمكن نسب اقل من كده، بس بالنسبه للتناسب لعدد السكان هيبقى النسبه كبيره جدا برضه. فالعمليات دي 160 الف بني ادم في السنه في السنه في السنه احنا تضاعفت النسبه دي، كانت بادئه في سنه 2011 ب 20 الف و25 الف، وفضلت تعلى تعلى تعلى، يعني هديت شويه وقت الكورونا لكن رجعت تعلى تاني، لان هم لقوا ان هم الناس دي بتفكر تفكير بالورقه والقلم، لقوا ان هم كده بيسيف كوست، هو كده بيوفر على نفسه، لان مريض السمنه ده بيكلفه اكتر من ثمن العمليه بكتير. فبالعكس العمليات دي ليه بنقول النسب دي؟ عشان لما بنشوف النسب ما فيش حد العلم ما بيتجهش ناحيه عمليه الا لما تكون مميزاتها ومعدلات نجاحها وامانها اكتر من ضررها. فاحنا عندنا نسبه النجاح في عمليه السمنه فوق ال 97 98%. انت بتحرمش نفسك من 98% ولا 99% فايده عشان 1% نسبه حدوث مضاعفات او اقل. فلا، العمليات امنه، وكترها وكتر الناس ما بتعملها ادى ان التكنيكاليتيز عاديه جدا والحرفيه زادت وتطور الدباسات والمنظار الجراحي. لا، احنا بنطمن الناس العمليه لما بنختار العمليه المناسبه وبنعملها في المكان المجهز الامن وبتتعمل بطريقه احترافيه مظبوطه، نسب الامان بتتخطى 99% واتباع التعليمات طبعا. فما فيش داعي للقلق خالص، احنا بنفتح باب جديد. والله احنا شفنا الكلام ده، الناس حياتها بتتغير،
والله بنسمع قصص الكلام ده، مش بنقول الكلام ده كلام دعائي ولا كلام تلفزيون، والله الناس بتقول كده، بتقول لك انا حياتي اتغيرت، نفسيتي اتغيرت، الناس بتقول لك انا ما كنتش بعرف اسجد بقيت بسجد، واحد يقول لك ما اعرفش اغير بروت رباط الجزمه بقيت بربطه، يمكن تفاصيل صغيره احنا ما نحسش بيها، لكن حياتنا ناس متازمه. فلا طبعا يعني ما ننفعش نحرم نفسنا من الخير الكبير دوت عشان التخوفات موجوده وهتفضل موجوده وهي ما زالت عمليه وكل حاجه، بس النسبه والتناسب لازم النسبه والتناسب دي تتحسب. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع دكتور محمد فريد استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة وصاحب دكتوراه والمدرس للجراحة العامة بكلية الطب بجامعة عين شمس المتخصص في جراحات المناظير والسمنة المفرطة، أهلا بيك دائما ودائما مبدع، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الزيارة الجميلة. أنا متشكر لحضرتك جدا دكتور أيمن، ويعني الحوار دائما معاك ممتع دائما، وأنا ببسط يعني إن إحنا بنقدر عن من خلال النافذة بتاعتك ومن خلال البرنامج والمشاهدات الكتير اللي عليه إن إحنا نوصل دائما الأبديت كل حاجة حديثة للناس بطريقة علمية ومبسطة. يعني شكرا شكرا للحوار القادم بفارغ الصبر، إنك دائما بتجيب لي الجديد إن شاء الله. شكرا 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 خليكم على حلو. أكيد برضو أن النظارات أو النظارة الطبية شيء لبعض أو لكثير من الناس مزعج. ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده مية بيضة، دايماً بنيجي نعمل عملية مية بيضة بنزرع عدسة. المية بيضة زي ما قلنا كتير بنقول للسادة المشاهدين أن المية بيضة عبارة عن العدسة الأصلية بتاعت العين بتبقى معتمة، فبنشيلها ونحط مكانها عدسة تانية. عدد كبير من الدكاترة يقولوا لي ملكيش حل وده يعني حاجة مستحيلة أنها تعمل لك، وفجأة كده دكتور يقول لي لا انت ليك عملية، فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحة ساعدني ان انا اخد القرار. يعني اكتر حاجتين بيحددوا مسار الأشعة جوه العين هو القرنية وهو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمة يعني ايه قرنية. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظارة. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الأمان في عملية تصحيح الأبصار والحصول على نتائج رائعة. أبيض أس 2 بيجي العين يقول لك أنا جاي أعمل ليزك، معلش أنت جاي تقلع النظارة، فسيبني أنا أختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. اهلا بكم النهارده، لقاء من طبعا من طراز خاص، النهارده لقاء متعه خاصه جدا في عالم العيون، قصه مثيره النهارده. لكن خليني اقول لكم انه اكيد النظر مهم جدا، واكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكثير من الناس مزعج، لبعض الناس مش هقول ان كل الناس، في ناس بتحب شكلها بالنظاره، لكن النظاره السميكه ما حدش بيحب شكله بيها اكيد، محدش بقى يعني ممكن نظارة لو ايه يعني رقيقة كده وشياكة ماشي، لكن النظارة السميكة لا، نو واي. النهاردة لقاء من طراز خاص زي ما انا قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ دكتور احمد عساف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، والف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك ليك ومبروك لي. الله يخليك، ربنا يخليك. البرنامج بيك وانتوا يعني مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك. ده شرف لي انا النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قطب.
ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي ساعدتي جدا باللقاء حتى قبل ما انت تدخل دخل سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا اننا بيعرفنا. طبعا طبعا. طبعا ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالمايه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت بتحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره المايه البيضاء كتير قوي، وقلنا اوقات كتير ان المايه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانية للمايه البيضاء. ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مايه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المايه البيضاء. لكن في سبب تاني للمايه البيضاء هو المايه البيضاء الخلقيه، ان يعني انت ممكن تبقى مولود، الطفل يكون مولود هو عنده مايه بيضاء، يعني عنده عتامة في العدسة اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكلة كبيرة جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شوية هيبقى طالب في المدرسة، بعد شوية هيبقى شاب او شابة بيشتغل بعد كده، هو يتحمل مسؤولية بعد كده، هو سواء نفسه او مسؤولية اسرته، بيعيش حياته بطريقة معينة، لان العمليات المية البيضاء في المية البيضاء الخلقية ليها ظروف خاصة. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عملية المية البيضاء اللي هو عدسة العين المعتمة بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسة جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسة. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسة ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل مية زرع ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسة. الاساليب لعمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه، بعد سنتين او بعد اكتر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره، ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14. دي مش شكل النظارة بس الوحش، اعتماد الطفل أو الشاب على النظارة دي بيبقى تقريباً 110%، مش هنقول 100%، مليون في المية. يعني من غير النظارة لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب، على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر. القصر النظر عنده ميزة، لو سالب 10 مثلاً عنده ميزة، لو من غير نظارة ممكن يقرب الحاجة من وشه أو من عينيه على مسافة كام سنتي يعرف يشوف. الزائد 10 او زائد اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النظاره مش حلو، وبيدي عدم ثقه في النفس، وبيخلي حياتك كلها مرتبطه بالنظاره دي. النظاره دي في يوم لو اتكسرت او ضاعت منك حياتك هتنقلب راسا على، او اليوم نفسه هينقلب راسا على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النظاره اللي انت لابسها ومعاك نظاره تانية احتياطي في الشنطه. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه، ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل شاب هيبقى صعب جدا في وجود النضاره. ممكن الصعيد على النضاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسات اللاصقه كمان مش مريحه، ان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين، بيعملوا شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره، وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه، ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضاء او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. اذا دي الماساه الكونجينيتال الخلقيه. الخلقيه. طب ناخد فكره عن حاله، يعني اشرح لنا حاله اسماء يعني مش ازاي. اسماء هي 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 حاله من الحالات اللي بتشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك انا لابس نظاره تخينه وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف ان العين من غير عدسه، العين نفسها مش مزروع لها عدسه، وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده لما اتولد كان عنده ميه بيضاء او كان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعملت العمليه وما اتزرعش عدسه في وقتها، وده صح مش غلط بالمناسبه، عشان وقتها تقنيه زرع العدسات ما كانش منتشره، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي، طريقه عمل العمليه ما كانش بنحط في دماغنا او الجراحين ما كانش بيحطوا
في دماغهم انه احنا هنزرع عدسه في المستقبل او في القريب العاجل، المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكله بقى شايف كويس بنضاره ومن غير نضاره، دي مش مشكله، المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضاره زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحاله النفسيه هنا بتهمل، او حاله الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حاله زي كده اهو. فهي كانت دلوقتي هي شابه مقبله على الحياه وعايزه تشوف حل للقصه دي، هل اعتماد على النضاره دي يعني تقدر تستغنى عنها، او حتى في ادق الحدود نقلل الاعتماد على النضاره دي شويه، ممكن اخرج من غير نضاره، ممكن حتى لو لبست نضاره بعد العمليه مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نضاره، حتى لو نضاره صغيره مقاس صغير يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع، هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحلقات بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء في القيه، واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت، ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط، وكان في التصاقات في العين، وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للاضاءه قوي، فكانت حتى الاضاءه بتضايقها، اي اضاءه زي اضاءه الشمس كانت بتضايقها، الالتصاقات دي كانت رافعه ضغط العين كمان وبتاثر على كفاءه العصب البصري، فالحاله كان مضاعفه شويه، مش مجرد ان ما فيش عدسه جوه العين، لكن في مشاكل كمان في من العمليه القديمه قبل كده. الصوره دي صوره قبل العمليه. دي كان قبل اسماء قبل العمليه. دي النضاره بتاعتي. ده كان النضاره، خلي بالك النضاره ده ازاز مضغوط كمان، يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نضاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النضاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيه اكبر من الحقيقي، عشان هي نضاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه، العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول، على عكس العدسه السالبه. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم اصغر من الحقيقه، هنا بتبان العين اكبر من الحقيقه. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النضاره دي تبقى موجوده على وشك باستمرار، من غير النضاره دي انت مش شايف حاجه. طب هروح لاسماء بقى، ما احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البدايه، ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك سنتين او قبل سنتين؟ يعني حد اكيد بابا وماما قالوا لك؟ يعني قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدات البس النضاره من وانا بدات اسحف. كانت عامله لي نضاره وحاطه فيها بتاع كده عشان المصحف ما تقعش. تو نضاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا رباط. كانت بتاعت اطفال بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النضاره، اول ما افتح عيني النضاره على طول، قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه لازم البس النضاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان الموضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لو في حاجه تانية بقى التنمر، يعني حاجه مهمه قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النضاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكله. انت عارفه ان انت من غير نضاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين. وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، انه لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه، وهو الطالب زميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي. لكن احنا لسه ما وصلناش ان احنا نمحي التنمر تماما، لكن المدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه، الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده، ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده انت شكلك مش حلو بالنضاره، فكنت اما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش.
فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين التانية، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضار. بتقال لك كذا مرة؟ او من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص انا هرضى وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له. كنت رايحة ان انا هعمل نضارة يعني، خلاص هعمل نضارة وكده. قال لي لا انت ليكي عملية وينفع. رايحة كمان مش بهدف حاجة، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط انا رايحة اعمل نضارة بس. فلما قال لي بقى لا انت ليكي عملية وينفع يتعمل لك عملية، فكان بالنسبة لي كده حاجة زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحتة. جت اسماء تعمل نضارة، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن فحوصات، لكن هي قبل كده اوريدي من تجربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعملي. ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء، بنزرع عدسه. ان الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه تانية. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال لان بتعتم وبتخلي الطفل مش شايف، يعني ممكن كان بالظبط الميه البيضاء رجعت تاني، هي يعني ما بترجعش، بس الغشاء الرقيق الشفاف اللي موجود المفروض نزرع عليه العدسه بيبقى معتم وما كانش ينفع، والمريض مش هيشوف بعد كده او الطفل بمعنى اصح، فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسه بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسه في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجه تسندها. ما فيش المحفظه الخلفيه، ما فيش المحفظه الخلفيه، فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور، ان انواع العدسات تطورت، طريقه زرع العدسات في الحالات المعقده، مش عايز اقول معقده بس هو ده الترجمه الكومبليكيتد يعني معقده، الحالات الصعبه زي اسماء تطورت في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسه في جدار العين اللي هو في الصلبه او البياض بتاع العين نفسه. بدل ما ندور على حاجه تسند العدسه من تحت، لا، العدسه ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى في محفظه او ما بيبقى في حاجه ثانيه تسند العدسه من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معمول لهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه، المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده، وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدائره البيضاء الموجوده دي ده معناها ان المحفظه جزء منها اتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف، ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي لانها بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخل اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين، ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه، ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنة تقريبا يعني. الموضوع تطور، فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقة ان احنا نزرع عدسات في حاجة اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيرة جدا، ممكن تعمل مية زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكررة، ما تنفعش في شاب او شاب هي متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم او متوقع ان هم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنه قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شويه، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بالنضاره وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني من ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات، بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. اذا الصعوبه، عشان برضو نلخص الحته دي للناس، الصعوبه كانت في انه في حاله ازمه ما فيش جزء خلفي للعدسه متساب لانها اتعملت الميه البيضاء من وهي صغيره، الجزء العدسه الخلفي دوت كان بيسهل
انه العدسه تتحط عليه تنام بالزبط. عليه لكن مع التقدم الجيد في تصنيع العدسات المزروعه بقى في عندنا قدره ان احنا نثبت العدسات دي في الجزء الابيض في صلبة العين. هو التقدم من ناحيتين، من ناحية تصنيع العدسات ومن ناحية كمان الطريقة زرع العدسات حصل فيها تقدم. التكنيك نفسه التقنية نفسها أو الأساليب الجراحية نفسها لزرع العدسات تطورت جدا في الفترة اللي فاتت دي، في الحالات دي بالذات، الحالات اللي هي فيها مشاكل، مش حالة مية بيضة عادية اللي هو يعني تتعمل في 5-6 دقائق وخلاص، لا، في الحالات دي بالذات حصل تطور كبير في الاساليب الجراحيه. في الات بقى مخصوصه بنستخدمها في حالات زي كده اهوت، لكن النتيجه بقت مذهله صراحه. في الحاله دي جوده الرؤيه بالنسبه للمقرب النظاره جوده اعلى كتير. اولا النظاره بتغير حجم الحاجه اللي قدامك، بتديك مقاس، يعني لو النظاره بالموجب هتديك حجم الحاجه اكبر من الحقيقي، ولو بالسالب هتديك حاجه اصغر من حجمها الحقيقي. ده بيخليك تحديدك للابعاد اللي قدامك بيتلخبط، يعني البعد الثالث عندك بيبقى متلخبط دايما باستمرار. فلو حد بيسوق عربيه او بيشتغل في وظيفه تتطلب منه تحديد البعد الثالث زي الفنون الجميله او ما شابه هيبقى عنده مشكله. والسواقه طبعا هيبقى تحديد البعد الثالث ده هيبقى عنده مشكله كبيره. فبالتالي العدسه مكانها الطبيعي جوه العين مش بره العين، فمكانها الطبيعي جوه العين. هنا المخ بيستقبل الصوره بحجمها الحقيقي وبالتالي بيتعامل مع اللي حواليه بنفس البعد الثالث او بنفس الابعاد زي ما اللي حواليه شايفها، ما يشوفش الحاجه قريبه. انا لما اشوف الحاجه كبيره هترجمها انا تلقائيا ان هي قريبه مني، في الحقيقه ان هي مثلا تكون بعيد عني مترين انا هفتكر ان هي على بعد متر. فهي دي مشكله، مشكله كبيره يعني. لكن لما بنزرع عدسه جوه العين الوضع بيختلف. غير بقى الجانب النفسي او الاجتماعي، ان انت احنا مش بنتكلم العدسه دي حاجه رفاهيه او النضاره دي تبقى حاجه رفاهيه. النضاره لو حاجه مقاس صغير اوكي مفيش مشكله، اقدر اقلعها والبسها. لكن -1 -1.5 بالظبط. نضاره مقاس كبير ما اصحى من النوم ادور على مد ايدي على الكوميدين واول حاجه ادور عليها النضاره البسها، ولو النضاره دي وقعت اتكسرت فانا حياتي وقفت واليوم بتاعي حتى اتلخبط، محتاج حد يوصلني ويرجعني البيت تاني عشان اعمل نظاره جديده. دي طبعا احساس مش لطيف، يعني احساس ان حياتك كلها معتمده على حاجه زي كده اهوت. غير طبعا لو حاب يمارس رياضه او زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج البخار بتاع اي سائل او في الجو البرد مثلا هتلاقي النظاره بتشبر معاك، حاجات زي كده اهوت هتبقى مزعجه شويه صغيرين. الجانب النفسي هنا يبقى ليه دور كبير شوية جدا كتير وحياتك. شوية كتير قوي. هو طبعا بتشبر وانت سايق ولو في الشتاء كمان احنا داخلين عليه طبعا. وفي الصيف كمان لو في تطلع من التكييف العربيه على اي مكان حر على طول بتشبر فعلا يعني. فهي المشكله في كده اهوت، يعني تخيل انت حياتك، احنا مش بنتكلم على واحد عنده 50-60 سنه، احنا بنتكلم على شاب لسه بيبتدي حياته. هنا تكمن المشكله. هنا هو دي حد بيبتدي لسه حياته، يبتدي حياته معتمد على عكاز مش يعني. فاحنا هنا بنسميها حتى العمليه دي بنسميها فيجوال ريهابيليتيشن، انا بزرع، هي اتعملت الميه البيضاء خلاص، بس انا بحاول بقى اعمل تاهيل، اعاده تاهيل بصري للعين اللي اتعمل لها عمليه الميه البيضاء علشان ترجع تتعامل بشكل طبيعي جدا مع المجتمع. اسمع، قررت ان انت تعملي العمليه وده قرار ما كانش سهل خالص جدا يعني. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تتعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه. فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحه ساعدني ان انا اخد القرار يعني. كان شرح لي كل حاجه في اول مره بالتفصيل، عرفني ايه اللي هيحصل بالظبط في العمليه، ايه ما بعد العمليه، حتى لو في مثلا نضاره يعني زي ما حضرتك قلت بدرجات قليله، بس هتبقى حاجه يعني حاجه عاديه يعني ممكن اقلعها استغنى عنها في اي وقت. بالعكس دي شياكه. شياكه كمان. انا نضارات انا بلبسها دلوقتي وانت دكتور وكده. شياكه اللي هي انا ساعات بلبس نضارات خفيفه كده. شكلها شيك يعني. شكلها اما اكون مناسبه معينه رايح مؤتمر اروح لابس لايف ستايل. لايف ستايل معين لابس بدله بجرافطه بتاع اروح لابس. هو انا عايز اوضح نقطه هنا، الهدف من العمليه ما كانش ان احنا نلغي النضاره 100%، الهدف من العمليه ان احنا نقلل الاعتماد على النضاره، يعني هيبقى في نضاره، انا قلت الاسماء، هيبقى في نضاره بعد العمليه، بس احنا بنتكلم نضاره في الحدود الطبيعيه اللي هي سالب 1+1.5 3/4، هنصلح على قد ما نقدر، لكن مهما كان هيبقى في نضاره ولو بسيطه. هي الحمد لله بقت معظم الوقت كل ما بشوفها بتيجي لي العياده بتقول لها فين النضاره بتاعتك؟ تقول لي في البيت.
يعني بلبسها في البيت يعني واحد دي حاجه كده يعني بلبسها في البيت يعني والله داخله مثلا اتفرج على التلفزيون ممكن احتاجها ممكن ما احتاجهاش. هي اعتقد مش محتاجه تلبس النظاره معظم الوقت يعني شايفها ما شفتهاش ولا مره تقريبا جات لي العياده بالنظاره. مش هو ده الهدف الاساسي باكد تاني، الهدف الاساسي ان احنا النظاره انا بصحى من النوم ادور على الكومودينو فين النظاره دي مش موجود خلاص انا بقوم بمارس حياتي بشكل طبيعي معايا نظاره بلبسها في اوقات معينه. النظاره دي اتكسرت زي ما هي قاعده جنبينا دلوقتي ان هو قاعده من غير نظاره وطالعه من البيت من غير نظاره وبمارس حياتها بشكل طبيعي بدون نظاره. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك يا شرف العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف ضيفتي العزيزه اسماء قط نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوه. انا بعتقد ان في خمس حاجات مهمين جدا لازم تحطهم في دماغك كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديزاين، قبل ما تعمل تصميم ابتسامه، قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص في تجميل الاسنان. اولها ان انت تسمع كلام الدكتور، ودي بتقلي يعني لو انت نفذت دي هتنفذ الاربعه الباقيين بمنتهى السهوله. لازم برضو في الاول وفي الاخر نسمع كلام الدكتور اللي بنثق فيه. انا هثق في دكتور هروح له هو يعمل لي اللي هو عايزه. سمايل ديزاين مشهور تصميم الابتسام، ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري؟ هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري. الدكتور عبد الله متولي اخصائي تجميل الاسنان مؤسس مركز برايتي للاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. أهم مسؤوليات مريض تجميل الأسنان هو التدقيق في اختيار الطبيب المتخصص والصرح الطبي المناسب الموثوق، بعدها يتحتم عليه التعاون التام والالتزام بالتعليمات الطبية والحرص على مواعيد المتابعة، علاج كل ما حول الأسنان من لثة وأنسجة وتنظيف الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين سنوياً، تناول الوجبات المنتظمة والتقليل من السكر مع شرب الكثير من المياه، الابتعاد عن العادات الضارة بصحة الفم والأسنان زي الكحوليات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وطبعاً التدخين. أهلاً بكم. أنا بعتقد إن في خمس حاجات مهمين جداً لازم تحطهم في دماغك كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديزاين، قبل ما تعمل تصميم ابتسامة، قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص في تجميل الأسنان. أولها أن أنت تسمع كلام الدكتور، ودي بتقلي يعني لو أنت نفذت دي هتنفذ الأربعة الباقيين بمنتهى السهولة، لأن هم الأربعة الباقيين مبنيين على أنك تسمع كلام الدكتور ما تفرضش رأيك عليه. تاني حاجة أنك تكون عندك فهم أو مصدق أن الدكتور هيعمل لك تصميم الابتسامة بناء على شكل وشك وتقسيماته، دي تاني حاجة. تالت حاجة إن يكون في تناسق ودي مسؤولية الدكتور وإنت لازم تسمع كلامه فيها، يعني ما تطلبش مثلا السنان اللي فوق تبقى أكبر قوي من السنان اللي تحت ولا السنان اللي تحت تبقى مش عارف عاملة إزاي، وتطلب أنياب أو تطلبي أنياب مختلفة شكلها كبير شوية، لازم يبقى في تناسق. النهارده ضيف العزيز الدكتور عبد الله متولي اخصائي تجميل الاسنان المؤسس لمركز برايتي للاسنان عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور ايمن؟ الله يخليك. خمس حاجات صح؟ صح. اهمهم اول واحده ليه ايه؟ اسمع كلام الدكتور. دي حقيقه. يسمعوا كلامك. طبعا هو الفكره كلها ان البيشنت دلوقتي بقى عنده يعني معلومات كافيه والانترنت سهل للناس قوي ان هي تدور على المعلومه، فبقى يجي يحط لك خطه علاجيه هو، يعني العيان يجي يقول لك اعمل لي كذا واعمل لي حشو عصب في السنه دي واعمل لي السنه دي بالطريقه الفلانيه، وده طبعا غلط. يعني هو طبعا ان هم بقوا عارفين معلومات اكتر عن طريق الانترنت وعن طريق برنامج زي
زي الناس الحلوة والحاجات دي، بس لازم برضو في الأول وفي الآخر نسمع كلام الدكتور اللي بنثق فيه. أنا هثق في دكتور هروح له هو يعمل اللي هو عايزه. سمايل ديزاين مشهور، تصميم الابتسام، ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري؟ هو مصطلح علمي حقيقي يتحول في الوقت الحالي إلى تجاري. يعني يتحول إلى تجاري، يعني دلوقتي بقى يجي العيان يقول لك إيه هو مفهوم السمايل ديزاين إيه؟ إن أنا أخلي ابتسامتك شكلها حلو، صح؟ الناس قلبته الحاجة تجارية، بقينا نتاجر بيه. يعني يجي عيادة الأسنان أو مركز الأسنان يقول لك إيه أنا هوريك شكل السمايل بتاعتك قبل ما نشتغل. طيب هوريها لك إزاي؟ يعني هل هوريك مثلا صورة عليها ديزاين كده هو ده الديزاين، ولا هل أنت أنا هصورك بطريقة احترافية وأصورك فيديوز عشان أعمل لك تصميم ابتسامة؟ لو شفنا مثلا صورة زي دي الصورة اللي درجة دلوقتي في أنا هسميه سوق طب الأسنان. يجي العيان يقول لك إيه اعمل لي تصميم ابتسامة، ده أنا والله رحت العيادة الفلانية قالوا لي هنوريك شكل أسنانك قبل لما تشتغل، وري له صورة زي دي. طب إيه عيوب الصورة دي؟ دي صورة ثنائية الأبعاد، هل طول الأسنان ده باين فيه مثلا شفايف أو وش إن الطول ده مناسب للحالة دي؟ مش باين حاجة، كل اللي باين فيها طول بعرض بشكل ولا ليه اي 30 لازم خالص. ده هو السمايل ديزاين التجاري. اول ما نشوف صوره زي دي يبقى دي حاجه تجاريه على طول، يبقى الدكتور ده او المركز ده بيعمل لي تصميم ابتسامه اي كلام عشان بس يحاول يقنعني بالتريتمنت بلان او بالخطه العلاجيه. تصميم الابتسامه المعمول بحرفنه المعمول مظبوط، ده بيبان في حاله تبقى مثلا اسنانها مش باينه فجاه انا بينت له اسنانه. طب انا هجيب الطول ده ازاي؟ عن طريق تصميم الابتسام، مش بس مجرد ماكت زي ده. احنا لو شفنا الصوره اللي بعدها دي محتاجه تصميم ابتسامه. ليه محتاجه تصميم ابتسامه؟ هو دلوقتي ما فيش ولا سن عنده باينه ولا فوق ولا في اي لقطه. ده كده مثلا بيبقى عنده حاجه و30 سنه، فانت بمنظر السنان اللي مش موجوده ده تحس ان هو عنده حاجه و40 50 سنه. ده كده يتعمل له تصميم ابتسامه بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. كده هو في الفيديو اللي فوق، احنا لازم يتصور فيديو. اسنان اللي فوق مش بتبان خالص، كل اللي بيبان اللي تحت، ده بيدي احساس بكبر السن. في الصوره اللي تحت بعد تصميم الابتسامه اسنانه بقت تبان. لو شفنا كمان الصوره اللي بعدها نفس الحاله، فوق الاسنان مش باينه، تحت وهو بيضحك حاجه بقى 3D يعني متحركة. إنما مش تصميم الابتسامة اللي احنا شفناه في الصورة الأولانية اللي هو مجرد رسم على الأسنان. الأولاني ده التجاري، ده اسمه تصميم ابتسامة حقيقي. ده كده جالي بشكل ابتسامة أنا غيرتها له تماما وخليته شكله أصغر بكتير وأحلى بكتير، ويعني هو طبعا اتبسط جدا. هو على فكرة ده صعب، يعني النوعية دي من الوشوش صعبة بالظبط، لأن الحالة دي مثلا أنت طول السن كام؟ حوالي 14 مللي. طول السن الطبيعي 10 مللي. في الحالة دي احنا مضطرين نطول قوي. لو انا مش عامل تصميم ابتسامة وخدت له مقاسات وبعتها المعمل هيجيبها لي قصيرة برضو. يبقى انا لازم اجايد المعمل، لازم انا اللي اقود المعمل اقول له اعمل لي السنة طولها كذا، يبقى انا كده عملت تصميم ابتسامة. بص بقى انا هقول لك على حاجة يمكن انت ما تعرفهاش قوي. في افلام زمان تسمع عن بروسلي؟ بروسلي طبعا. في مجموعة افلام عملها بروسلي واللي جم بعد كده، فكرة مبنية على إنه يدخل عمارة كل دور فيه عدو من أعدائه بيواجهه، وكل ما يعلى في الأدوار يعدي يعني يكون مستوى اللي بيحاربه أقوى وأصعب يعني. فأنا أقول لك بعتقد إن اللي جاي يعمل تجميل عندك قدامه عمارة من اللاءات، عمارة من العوائق. أول دور في العمارة الوقت، وهو جاي عمال يفكر في موضوع الوقت. هو أهم حاجة أنا اشتغلت عليها ويعني وتعبت الناس اللي شغالين معايا عليها بالمعمل اللي أنا بشتغل معاه بكل حاجة، الوقت. أنا يهمني قوي إن أنت تجيلي زيارتين بينهم أربع خمس أيام بالكتير قوي أسبوع. ده مهم قوي. كتير قوي من العيانين ممكن أو كلاينت، أنا بحب أسمي اللي جاي يعمل تجميل مش محبوش يبقى اسمه عيان، اسمه كلاينت. لما بيجي هو مثلا بيبقى بيشتغل في حاجه معينه، او هي مثلا ام ولا حاجه،
والتجميل رفاهيه يعني، مش يعني مش هتموت من غيره. هعمل لك الكلام ده في قد ايه؟ والله في شهرين. السلام عليكم، مع السلامه. او هي بتبقى عندها فكره قديمه، لان زمان كانت دكاتره الاسنان بتشتغل بالقطعه، يعني يجي يحشي سنه ويمشي، وبعدين السنه دي تبوظ ومحش اللي جنبها، قبل ما يحشي اللي جنبها تكون الاولانيه باظت الثاني، فبيعيش مع دكتور السنان. كده بيعيش مع دكتور السنان. فدكتور السنان ده بقى اسمه صديق العائله، وبقى الدكتور النفساني كمان يعني بيشتكوا له. يعني ده مش السيستم خالص اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. هو العيان بيجي نعمل له عمره في اسنانه، بيجي جلستين بينهم اسبوع بخلص له كل اسنان. انا احب اعمل كل السنان مع بعض. يجي مره نشتغل، واللي بعدها يركب التركيبات التجميليه سواء كانت قشره تجميليه فينيرز او كراون وشكرا. حاله زي دي، دي عامله حشوات كتير قوي في اسنانها. دي طبعا ما بتجيش كده من نفسها تقول لك جمل لي اسناني، هي بتبقى جايه مع حد، فانت بتشوفها انت سايبه نفسك كده ليه؟ فهي بقى بتبقى فاقده الامل في ان هي تعمل سنانها ليه؟ لان هي عملت الحاجات دي في سنين. انت متخيل دي حشوات؟ هي عامله حشوات. طبعا كل سنه تروح تعمل واحده، وقبل ما تعمل الثانيه تكون الاولانيه، في قصص كبيره. طب الحاله دي لو شفنا الحاله بعد اتعملت كده في قد ايه؟ في قد ايه؟ في اسبوع. ففكرة الوقت أنا بالنسبة لي أهم عنصر من عناصر تجميل الأسنان. أهم حاجة، أهم حاجة إن أنا أعمل لك سنانك في وقت قليل جدا. أنت مسافر بقى، أنت بتشتغل، أنت وراك أي حاجة، الموضوع ده بيتعمل ماكسيموم أسبوع. ماكسيموم يعني لو الدنيا زحمة جدا بيبقى أسبوع، في الأيام العادية بيبقى 4 أيام. ففكرة الوقت من أهم الحاجات. لو شفنا مثلا حاله زي دي، دي انت طبعا هتعرفه منين؟ انهي دوله؟ ده من اليمن. تمام، ده من اليمن. ليه بقى؟ السنان دي غالبا بسبب القات. بالظبط، الحاله القات يعمل كده في السنان. اصلا بنشوف عينين اليمن. اليمن دي بلد عظيمه، واليمنيين دول شعب رائع، وعندهم تقدير كبير جدا للطبيب المصري. اليمنيين عندهم مشكله، حكايه القات دي لازم يشوفوا لها حل، لانه القات بيبوظ الفم وبيبوظ الاسنان بشكل غير عادي. بياكلها، ما حمضيته عاليه. بالظبط. فهو العيان اليمني بيتعرف ان هو داخل لي على باب العياده كده. عنده مشكله تانية، الميه كمان. الميه والقاط. والقاط، حاجتين، مياه جوفيه وقاط. بالظبط. تلاقي اللي بيخزن القاط يعني معظمهم رجاله. هو ليجل عندهم، هو مش ليجل. ما حاجه في التراث. بالظبط. بيبقى شكل اسنانه كده، واللي بيبقى من الميه بتلاقي اسنانهم فيها سنه بياض، بطش بيضه كده. طبعا الحالات دي بتتجمل عن طريق التركيبات التجميليه. لو شفنا الحاله بعد واتعملت في قد ايه، تخيل ده بقى كده في 4 5 ايام. ده كراون مش فينير. ده كراون طبعا. لان السنه متاكله من ال، مفيش طبقه المينا. بالظبط. القط بياكل طبقه المينا. طيب ليه عملنا كراون مش فينير؟ عشان تعيش معاه طول العمر. طب لو عملنا في الحاله دي فاذا الخطه العلاجيه مهمه في ان هو يقعد قد ايه كده. ده كده لو ما دام عملنا كراون. في ناس بتيجي تقول لي انا عايزه فينير عشان الفينير شكله احلى من الكراون. في ناس ما فيش فرق في الشكل، الفرق في طريقه تحضير السنه. السنه لما بتبقى سليمه بنعملها قشره من بره خارجيه، سمكها قليل قوي، تدي شكل سنه سليمه. طب سنه بايظه زي دي، لا لازم احوطها كلها بكفر، شكلهم واحد الاثنين. عشان في ناس فاكره ان في فرق بين الكراون والفينير. الكراون اللي هو الطربوش ده تركيبه بتتعمل من الاي ماكس او الزيركونيوم او الالترا ماكس، بتغطي السنه كلها وتحافظ عليها. الفينير لو انا اسناني سليمه وعايز بس اغير اللون، اعيد رصتها، ارسم ابتسامه، بس لازم تكون السنان سليمه، بركب القشره الخارجيه اللي هي بتبقى تحضيرها خفيف قوي، مجرد تخشين. فانا بالنسبه لي لو العيان اللي بتاع القاد ده جه قلت له والله انا هعالج لك كل سنتين مع بعض في خلال شهر ونص، هل هيعملها؟ لا طبعا مش هيعملها. هبقى انا كده قصرت معاه. عشان كده هو عنده مثلا حوالي 38 او 39 سنه، ومشكلته مش ماديه، مشكلته كانت لما بيروح لدكتور بيشوف سنانه الدكتور نفسه بيتخض ويقول له والله احنا هنعالجك في 3 4 شهور. لا انا الحاله زي دي تتعمل في 4 5 ايام بالظبط، وهم جلستين. يعني بيجي زياره والثانيه بيركب. الدور الثاني في التحديات. الدور الاولاني كان الوقت. الدور الثاني لخبطه والحيره فيما يتعلق بالخطه العلاجيه.
عارف الحيره بقى، هو ودنك منين يا جوحه؟ بالظبط، هو الخطه العلاجيه مهمه قوي، او انا شايف يعني من شرف وادب مهنه طب الاسنان ان انا اطرح على المريض بتاعي كذا خطه وهو يختار الانسب لي. كلنا يا دكتور ايمن اهتماماتنا وطريقه تفكيرنا مختلفه، فانا ممكن حاجه تليق عليا ما تليقش عليك. ممكن مثلا انت تحب العربيات الانجليزي وانا احب العربيات الالماني، فالفكره كلها ان احنا كل الناس طريقه تفكيرها مختلفه. فما ينفعش ان انا اعرض عليك وجهه نظري الاحاديه. يعني ما ينفعش اقول لك والله انت خطتك العلاجيه كذا وهي دي وهو ده، لا انا ممكن اقول لك انا اعرف اعمل لك كذا بس انا ما اعرفش اعمل لك كذا، فما ضيعش عليك فرصه التجميل، لان التجميل دي فرصه، التجميل ده ممكن يغير لك حياتك. لو شفنا حاله زي دي الف ب اي دكتور سنان لو جبته من اول ما هو في سنه خمسة كليه لحد اللي تقويم. مخلص تقويم، حتى انت يا دكتور ايمن مش الدكتور ايمن تقول تقويم ليه تقويم؟ عنده سنه، عنده يونيلاترال كروس بايت، يعني عنده سنه داخله وسنه خارجه وسنان طالعه لبره وفي فراغات، فانت اول ما تشوفه تقويم صح؟ مش هيعمل تقويم. مش هيعمل ليه؟ مش هيعمل تقويم لانه سنه كبير وهيقول لك لا مش هقعد انا رايح جاي على الدكتور سنه وانا مش فارق لي اصلا. يعني الموضوع بالنسبه لي لا، لو هتعذبني سنتين بالتقويم وتقعد تركب لي حديد واولادي يضحكوا عليا مش هعمله. هو المريض بقى هو دماغه كده، ممكن مريض تاني يقول لك لا هعمله بالظبط ويبقى ملتزم بالظبط. ف وكمان هو عنده تروما في العيله من التقويم، يعني ممكن يكون حد من عيلته عمل تقويم وفشل. فالفكره كلها ان حاله زي دي انا الانسب لي، انا شايف ان الانسب لي التجميل، الانسب مش الافضل، الانسب. بعرض عليه الحلين، والله في تقويم وفي تجميل، لكن ما اقولوش والله هو انا مثلا بتجي بميل للتجميل، ما اقولوش لا انت حلك تجميل بس كده غلط. لا انا اقول له في تجميل وفي تقويم، ايه الانسب ليك؟ كذا، هو بيختار التجميل، فانا كده عرضت عليه الحلين. لكن ما يروحش بقى الدكتور يقول لا والله انت حالتك تقويم فقط. طب الحالات اللي هي زي دي اللي بتحتاج تقويم واحنا بنعملها تجميل دي بتبقى صعبه جدا على الدكتور جدا. انا شفت الحاله بعد الحاله دي بذل فيها مجهود خرافي، بص السمايل بتاعته مرسومه ازاي في قد ايه. انا ما اعرفش انت رجعت له سنين لورا ازاي، انا مش فاهم. ما هو ده برد صعب المهن. ما هو خلي بالك احنا في سن معظم الحاله فينيرز وفي حوالي 3 او 4 اسنان اتبرد. بس خلي بالك انت في التقويم هتخلع له دروس، فانا بالنسبه لي البرد احن شويه من الخلع. طب حاله زي دي اتعملت في قد ايه؟ اسبوع. فاذا ده حل مناسب للمريض اللي هو مسافر بره مصر وعايز سنان. ما هو التقويم مش هيعالج مشكله شكل الاسنان، هيعالج الرصه، هيعالج الرصه وهيعالج العضه المعوجه، كل ده اتعدل في اسبوع بلون جديد بحياه جديده وهيفضل كده مدى الحياه. يعني هل التركيبات دي هتتغير مثلا بعد 5-6 سنين؟ لا، التركيبات دي هتفضل كده مدى الحياه بشكل حلو وبلون حلو بعضه مظبوطه. خلي بالك احنا لما بنظبط العضه السنان اللي عماله تخبط في بعض دي بدات تتلخلخ، لما بتظبط له العضه تاني خلاص السبب اللي بيخلي فيه لخلخه بيروح، فالسنان بترجع تثبت تاني نسبه كبيره. الدور الثالث بقى، الدور الثالث ده دور مهم جدا جدا جدا، لانه دور المستحيل. في كده ناس عندها يقول لك ايه ازدحام سنان كتيره راكبه فوق بعض وبتاع، فده بالنسبه له هو يعتقد انها حاله مستحيله. حتى هو يعني لو فرضنا انه راح لدكتور سنان هتلاقي اول كلمه يقول له هو الدكتور السنان يقول له ايه، انا عارف ان انا حاله صعبه قوي. هو الراجل مصدق انه حاله صعبه قوي، بيقول لك الدنيا ملخبطه عندي. ما في ازدحام. انا بيني وبينك حاجات الازدحام دي برضو يعني مستفزه بالنسبه لي، انتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ بس انت هترص ازدحام، يعني الفك صغير وفي عدد اسنان اكتر من الفك. اللي خلى جزء كبير قوي من العيانين عندهم ازدحام اسنان ومستحملينه، في منهم ممثلين وفي منهم ناس مشاهير، ان كان بيتعرض عليهم حل واحد فقط، التقويم. تقويم ايه في التمثيل؟ مش ينفع.
ومش هينفع في حالات كتير. فانا لما بعرض على العيان حل واحد فقط العيان ده بيفضل لسن كبير. معظم حالات الازدحام دي هتلاقيهم معديين ال 40 سنه وتقول له ما عملتهاش من زمان يقول لك انا يعني كنت هموت على حل بس ما قداميش غير حل واحد اللي هو التقويم وده مش مناسب ليا. التقويم مش وحش بس ممكن يكون مش مناسب، مش مناسب وظيفة، مش مناسب لسن، مش كذا حاجه. حاله زي دي اسمها كلاس 2 ديفيجن 2، يعني السنتين اللي في النص داخلين لجوه واللاترالز اللي جنبهم طالعين لبره شويه. الف ب الحاله دي ايه؟ تقويم. طب في حل اخر؟ اه في تجميل. ليه ما عملهاش تجميل؟ لو شفنا الحاله بعد بقى عندها ابتسامه طبيعيه بيضة عريضه فقد ايه؟ في 4-5 ايام اسنان شكلها طبيعي جدا، هي طالبه ان السنان تبقى طبيعيه. ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ يعني انا ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ حاله زي دي اتعملت تركيبات ثابته ايماكس فينيرز في سنتين منهم كراونز هتعيش كده مدى الحياه. ليه ما عرضش عليهم كل 90% من الشعب المصري عندهم ازدحام في الاسنان وعايشين بيه عشان ما كانش بيتعرض عليهم غير حل واحد اللي هو التقويم. لا في حلول تجميليه اخرى. نرفع بقى الليفل، نرفع الليفل. في اتنين قدامك، تقويم وتجميل. التقويم والتجميل، التجميل زي ما بيقولوا كده ضرب التقويم، انتصر عليه، لان في حالات التقويم ما يقدرش ينتصر فيها على التجميل. ده واقع. انا مش عايز بس الصوره توضح ان انا ضد التقويم. لا لا انا بقى احنا بنتكلم على انه في حالات، حتى باينه كلمه بالزبط. مش كل الحالات. هو دايما الحالات الملعبكه بنسلمها لدكتور التقويم، يعني خد بقى انت سلك، لان هي بتبقى صعبه شويه في التجميل. طب لو انت قلت للدكتور بتاع التقويم خد سلك وقال لك لا انا عطلان خد سلك انت، هتتصرف ولا لا؟ هتصرف. حاله زي اللي موجوده قدامك صعبه قوي، حاله صعبه ورخمه. اها الحاله دي اترفضت من كذا دكتور تقويم نتيجه لايه؟ للاشاعات اللي اتعملت مبينه ان مفيش مثلا عظم كفايه، مفيش كذا حاجه تمنع التقويم. طيب حاله زي دي قدامه حل من حلين، يا اما يعيش كده، وعلى فكره هو بيتعرض للتنمر من اهله، ده حاجه مأساوية، من والده، وبيتعرض للتنمر من صحابه. وهو صغير وعنده 17 سنه، عنده 18 سنه. يا اما نتصرف ونشوف له حل، وهو ليه حل جراحه فك. حل جراحه الفك ده انا بخليه في الاخر خالص، ما بستخدموش غير لو يعني ايه، لان هي حاجه صعبه جدا، مكلفه جدا، هو مش هيقدر عليها كماديا ولا يعني كعمليه، عمليه كبيره. طيب وبيقول لك انا يعني فعلا في حاله، في وضع صعب، حاول تساعدني. طيب حاله زي دي روح لدكتور التقويم. لا خد انت استلم. ده قنبله. طب هنعمل له ايه؟ انت عارف القنبله لما خد بالظبط خد انت ده هات انا خد انت. طيب في حاله زي دي انا ضحيت بالسنتين اللي في النص، ضحينا بيهم عشان يبقى الشكل زي اللي حاصل دلوقتي. بص يا دكتور ايمن، السنتين الشكل بتاع السنان، احنا لو شفنا الخط اللي مرسوم ده عشان يبين قد ايه السنان كانت طالعه بره هنا، لاحظ كده الفرق بين السنه والشفه اللي تحت، بين الحاله فوق وتحت. ده الشفايف رجعت لجوه. لا ده السنان هي اللي دخلت. ايوه ما من عارف، ما السنان لما دخلت فالشفايف رجعت معاها. بالظبط. فالفكره كلها في ان انت، انا دايما بالنسبه لي التجميل ايه؟ يعني التقويم ده مثلا او الجراحه بتعالج الاساس. يعني التقويم يرجع السنان مكانها، الجراحه تشيل العظم البارز، التجميل بيداري العيوب اللي موجوده على نفس الوضع. الحاله دي من اصعب الحالات اللي اشتغلناها، وده احسن حل وصلنا له. احنا يعني انا عمري في حياتي قليل جدا لما اعيد حاله، او يعني لما اشتغل حاله انا بخلص في اسبوع بالكتير. عمر يعني قليل قوي 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 لما حاله تتعمل على مرتين. الحاله دي اتعملت على مرتين من شده صعوبتها. طيب هل السمايل بتاعته بيرفكت؟ لا مش بيرفكت. البيرفكت بتاع ان انت تعمله جراحه
ولكن احنا قدرنا نوصل ل 80% في وقت قليل بتكلفه قليله. انا راضي والعيان راضي جدا، كده مش هيتعرض للتنمر على الاقل يعني. نورت وشرفت يا دكتور عبد الله. نورك يا دكتور. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس مركز برايت الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، المصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي، كان كعادته متالقا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. هذه الالام في اسفل الظهر تشبه الوحش، يبدا صغيرا بالتاكيد ويزداد كبره ويزداد توحشه مع الوقت. وصف العيانين العاديين يعني او الناس البسطاء يقول لك انا بحس ان في كلاب بتنهش فيه في ظهري وفي عظمي وفي رجلي. اشهر سبب الناس فاهماه وعارفاه اللي بيسموه ما يسمى التهاب عصب الوركي او عرق النسا. عرق النسا ده اللي هو عصب بيجي من الفقرات القطنيه وبعض العجزيه وينزل معانا لحد ما يوصل للرجل وكعب الرجل والايه الاصابع بتاعت الرجل. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. دايما اشبه اللي عنده مشكله في ظهره بانه عنده وحش. وحش بيكبر يوم بعد يوم وهو مربيه ومتعايش معاه في الاول، وبيتهيأله انه ممكن يسيطر عليه او بطريقه او باخرى هيسكته، وبيبقى معروف في وسط المكتب او في وسط الشغلانه انه ظهره بيوجعه. فيا جماعه لازم نكون حنينين عليه. لو مدرس تلاقيه معلش ما تديلوش حصه زياده، لو موظف معلش سيبوه يروح بدري شويه عشان ظهره بيوجعه، لو مش عارف يشتغل مهندس بلاش تطلعوه في المواقع عشان ظهره بيوجعه. فهو يبدو بيشتغل لكن في الحقيقه هو فعلا اصيب باعاقه، وزي ما قلت يسكت 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 لغايه لما بيوصل ليوم الوحش ده مش بقى بيكشر على انيابه، ده بيكشر على انيابه ويبرز مخالبه في ظهرك، ويتحول الوحش اللي انت كنت بتتعامل معاه بمسكنات وبتنيمه الى وحش مش عارف تسيطر عليه تماما، وبتبقى النتيجه وخيمه. النهارده تعالوا نعيش القصص دي ونشوف دوره حياه هذا الوحش بدأ إزاي ووصل لفين، أكيد مع واحد من ميجا ستارز عالم جراحات العمود الفقري، عالم جراحات المخ والأعصاب، اللي أنا بسعد جدا بوجوده معنا وبيسري الناس الحلوة دائما بآراء علمية راقية جدا جدا وبأسلوب تقني وشرح تفصيلي لكل شيء. القيمة العلمية الكبيرة والاسم العلمي القدير الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة. القيمة العلمية الكبيرة أهلا بك يا دكتور. أنا بحضرتك دكتور، منورني. الله يخليك. هل أصبت عندما قلت أنا أن هذه الآلام في أسفل الظهر تشبه الوحش، يبدأ صغيرا بالتأكيد ويزداد كبره ويزداد توحشه مع الوقت؟ هذا حقيقة جدا. يعني حتى وصف العيانين العاديين يعني او الناس البسطاء يقول لك انا بحس ان في كلاب، يعني عارف الوحش بتاعه الكلب اكبر وحش شافه، واخد بالك، كلاب بتنهش فيه في ظهري وفي عظمي وفي رجلي وفي مع القعده مع الوقفه مع الشغل مع الحركه مع النوم في كل اوقات. ايه الاسباب اللي تعمل الم في الظهر؟ هي اسباب الام العمود الفقري انا اسباب كثيره جدا. لما نبدا بالاسباب بتاعت اللي بتيجي في النص التحتاني من الجسم وتسمع في الرجلين او ما بتسمعش، يعني ممكن يبقى ألم في الظهر بس وبعد كده ممكن ينزل لحد ما يوصل للرجل. يعني اشهر سبب الناس فاهماه وعارفاه اللي بيسموه ما يسمى التهاب عصب الوركي او عرق النسا. عرق النسا ده اللي هو عصب بيجي من الفقرات القطنيه وبعض العجزيه وينزل معانا لحد ما يوصل للرجل وكعب الرجل والايه الاصابع بتاعت الرجل. اول ما يحصل الالم بيحصل يحس بتنميل، يحس بكهرباء، يحس بوجع، يحس انه مش قادر يمشي، مش قادر يحرك رجليه، مش قادر يقف كتير، مش قادر يقعد كتير. لكن ده مش السبب الوحيد لالم الظهر، وده اللي احنا عايزين نوضحه. يعني ناس كتيره جدا بتشتكي من الم الظهر يقول لك انا بقوم الصبح حاسس ان جسمي مخشب مش عارف انزل من على السرير. الموضوع ممكن ما يبقاش علاقه بالغضروف، لا، بس لما تيجي تدور تلاقي في وزن زياده، في عضلات ضعيفة، في أمراض مزمنة،
في نقص في الكالسيوم، في نسبة هشاشة في العظام، عدم ممارسة رياضة، واخد بال حضرتك، الإجهاد المتكرر على العمود الفقري، واخد بال حضرتك، ده يسبب آلام أسفل الظهر. معظم الآلام اللي في أسفل الظهر لو قسمناها كده بنسبة 100% هتلاقي 70% عند السيدات، 30% عند الرجال. يعني أكترهم هي السيدات، سواء بتشتغل في البيت أو بتشتغل في عملها زي مدرسة أو في تمريض أو في أعمال إدارية، الحاجات دي فيها مشاكل كتير جدا. وبيحسوا بقى بالألم في أسفل الظهر، ويبدأ بعد شوية المرحلة التانية يبدأ ينزل ويسمع في الرجل. الظهر معقد جدا، الظهر مش مجرد عظم وفقرات، الظهر فيه شبكة من الأعصاب. يعني ما تبص حضرتك في الفيديو شبكة معقدة جدا 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 من الأعصاب. يعني تعرف حضرتك الواحد لما مثلا بيجي يبص في لوحة بتاعت كهرباء ويفتح لوحة الكهرباء يلاقي فيه سلوك داخلة شمال ويمين وطلع ونازلة، وشي أزرق وشي أحمر، ما بقاش فاهم حاجة. لما تيجي تبص على التركيب بتاع الجزء ده بالنسبة لأسفل الظهر هتلاقي هو عجيب جدا. دي حاجة بنسميها الضفيرة العصبية أو الشبكة العصبية. الأعصاب هنا نوعين، في أعصاب حركية وأعصاب بتحمل الإحساس. الأعصاب الحسية هي المسؤولة عن الألم، هي المسؤولة عن التنميل، المسؤولة عن الكهرباء، المسؤولة عن الإحساس في الرجلين سواء البرد أو الحر أو السخن أو البارد. لما بيحصل بقى مشكلة يبدأ العصب يسمع معانا هنا زي الكهرباء، شايف اللي بيضرب وبينور أحمر ده، ده ألارم جوه العصب نفسه، دي فعلا بتبقى فيه شحنات كهرباء زيادة تبدأ تسبع، هي دي اللي بتعمل الألم، وده اللي بيسموه عرق النسا أو بيسموه انزلاق غضروفي. يزيد الموضوع شوية، يعني الغضروف بدأ وبدأ يديني الأعراض، أنا كل همي فيها إيه؟ أنا عايز أسكت الألم. ها؟ مسكنات، أدوية، علاجات سطحية كده من الحاجات اللي هي يعني هنقول مشهورة في طب عربي طب بلدي، زي دهانات، زي حجامة، زي في ناس تعمل مساج وتدليك كلام من ده، في منه الكويس وفي منه الوحش. بس للأسف الشديد المعظم اللي فيه ما بتعملش بطريقة كويسة فبيؤدي إلى أضرار أكبر شوية. ندخل على مرحلة بقت أسوأ من هذا الكلام. هو كان بيجي لي عرق النسا وأنا رحت لحد أعرفه أو حد قال لي عليه، داس على ظهري شوية طقطقه، يا سلام الوجع استريح فك وتحسن. طيب رجع الوجع تاني وتكرر، أروح يدوس عليا مرة تانية، واخد بالك، لا ما جابش نتيجة زي المرة الأولانية، فده زيادة شوية. فده بيعمل إيه بقى بعد شوية؟ تلاقي الفقرة اتشرخت والفقرة اتحركت من مكانها، وده أكبر سبب إحنا بنقابله هنا عندنا في مصر من حكاية آلام أسفل الظهر. مش الغضروف بس، لا ده ما يسمى التزحزح الفقاري. التزحزح الفقاري يعني إيه ببساطة جدا؟ ربنا خلق العمود الفقري بفقرات قطرية، هم 5 فقرات وبيقعدوا على الفقرات العجزية والعصعصية ماسكين في بعض كده اللي بيشكلوا الجزء الخلفي من الحوض. الفقرات القطنية هم 5، بينهم غضاريف يخرج ما بينهم أعصاب، وفي شبكة كبيرة جدا من الأوعية الدموية تحيط بالمنطقة دي من قدام ومن ورا، واخد بال حضرتك، أوعية دموية كتيرة جدا، وفي شريان الأورطة ماشي قدامهم، والوريد الأبهر السفلي ماشي تحتيهم، واخد بال حضرتك، وبيسمع للرجلين، بيدي بيغذي الرجلين، منطقة معقدة. يبدأ يحصل إيه؟ الفقرة تتحرك، تبدأ تزحزح لقدام، تشد على العصب، العصب هيسمع في الرجلين، يسمع في الظهر، يقول لك أنا بحس إن ظهري مقسوم، ودي أكتر شكوى بقى بتسمعها، يقول لك أنا مجرد ما بقف يعني نص ساعة، أو السيدات تقول لك مجرد ما بقف في المطبخ نص ساعة لساعة إلا ربع، واخد بال حضرتك، بحس إن ظهري حد جاب ساطور كده وقسم نصين. الراجل بقى اللي بيشتغل في شغلانة بيقف بالساعات، واخد بال حضرتك، أو اللي قاعد بقى على مكتبه فترة بينحني كتير جدا، زي المعلمين، المدرسين، البنوك، الناس اللي أعمالهم إدارية وكتابية والهيئات القضائية والكلام ده كله، هو قاعد معظم الوقت بيقعد بالساعات الطويلة، فيبدأ يحس بقى بالألم الرهيب جدا اللي ساب ظهره وبدأ يضرب في رجليه. ممكن يبدأ في رجل واحدة، ممكن ياخد الرجلتين يبقى مع بعض، يبقى تنميل، خدلان، وجع. طيب خلاص دخلنا في الدايليما بقى بتاعت ده، اسمه ألام العمود الفقري، وبدأت تنزل تديني ألام عرق النسا وألام الانزلاق الغضروفي، ودخل عليها كمان ألام التزحزح الفقاري. خلي بالك جمع الكلام ده كله،
تعالى بقى هذا المريض اصلا قاعد يعبي علاجات ويعبي مسكنات، فبدات الكلى تتعب، وظائف الكلى تزيد، عنده مشاكل قديمه مع الكبد، عنده مشاكل كتيره في ضغط الدم، عنده مشاكل اكبر مع السكر، والسكر مش مظبوط، والوزن زياده، والكلام ده كله. الحاجات دي كلها بتزود عوامل مساعده على زياده الالم. يبدا بقى موضوع الالم بقى معقد جدا، في عوامل داخليه وعوامل خارجيه وعوامل في الجسم نفسه. واخد بال حضرتك؟ يعني انا النهارده عندي شغل وكل يوم عايز اروح شغلي. طيب ما الحركه في حد ذاتها بقت مضره، يعني انا في ناس دايما يقول لك ايه؟ هو الحركه المريض الغضروف كويسه ولا لا؟ ما تقدرش تقول كويسه، ما تقدرش تقول لا. هي كويسه لو وزنه كويس، لو هو عضلاته كويسه، لو مش هيعمل مجهود عنيف. ولو الانزلاق بسيط؟ ولو الانزلاق درجاته، ما هو الانزلاق درجات، يعني احنا بنتكلم في الدرجات البسيطه بتاعته. لكن لو الانزلاق بدا يصاحبه، انزلاق في الفقرات نفسه، بقت الحركه غلط، القعده غلط، الوقفه غلط، طب هعمل ايه؟ بنقول لا، يعني اتحرك، بس كل حاجه بقدر، بحساب، لا تطول في قعده ولا تطول في وقفه، وعلى قد ما تقدر افرد ظهرك ونام. طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، وده بيخلينا بعد كده لازم ندور على الحلول. طيب المريض ده لما بيروح للدكتور دي الشكوى بتاعته، ويقول لك الشكوى بقى تتدرج ما بين ان انا بشتكي بالكلام ده من شهر، اللي في ناس يقول لك ده انا بقالي 20 سنه بيجي لي، وفي حد بقى يجي يتوهك يقول لك بقالي شهر، شهر ونص الالم بقى رهيب جدا. طيب نعمل الاشعاعات ونشوف الابحاث والكلام ده كله، الموضوع ده بقاله مثلا 15 سنه 20 سنه في ظهره، احنا نقدر من الاشعه احدد المده الزمنيه بتاع المرض، لان ده حتى احنا بنطلب حتى في الطب الشرعي ان احنا نحدد من اصابات، مثلا ادعاء كسر، ادعاء حادثه، ادعاء مش عارف ايه. طب بصوا لنا، هل خبطه العربيه اللمسه دي هي اللي كسرت ده ولا لا؟ احنا بنقدر نعرف هذا الكلام من حاجات ودلائل علميه موجوده جوه الاشعاعات وجوه العمود الفقري. تتوه انت، ده من شهر ويحصل ده كله، تزحزح في فقره واثنين وثلاثه، ويبقى العمود الفقري بقى عامل زي درجات السلم، واخده ميل كده، وكل فقره متزحلقه على الثانيه سنتي ونص سنتي وسنتي الا ربع، كتير جدا. ندخل في دايره العلاج. انا عايز بقى علاج، يعني هم كلمتين كده يجيبوا الموضوع من الاخر وخف. اصل لو ما خفش هيرجع يقول لك الدكتور مش كويس، ويلف على 50 دكتور. الكارثه بقى تجيلك في ايه بقى؟ تلاقي الواحد جايب روشته 2 3 4، انت زهقت من عدد الروشتات، 30 روشته، ونفس اللي بيتكتب هنا هو اللي بيتكتب هنا، بس اللي اتقال له هو مش مصدقه. يعني هو المريض قابل ناس كويسين ومحترمين جدا من الدكاتره، وقالوا له خلي بالك ظهرك تعبان، وظهرك ده يستحق 1 2 3، محتاج مثلا تخس، ما بيخسش، محتاج تنزل وزنك، ما بنزلش، محتاج تقلل شغلك، ما لا هاكل منين، طيب محتاج تعمل عمليه، لا لا لا، بيقولوا العمليات وحشه. ندخل بقى في الديليما بتاعت اصلهم بيقولوا، فده بقى بالذات لازم يدخل في الضحيه ويقع في المجموعه بتوع انا بسميهم كده، يعني انت عارف اللي هم يعني زي اللي كانوا بيقولوا عنهم زمان ايتام السيده، ضحايا الانزلاق الغضروفي، يعيش بألمه ويعيش يعيط ويعيش مش عارف يحلها، ويبدا بقى يتكلم هو، ما علشان يحس ان هو ضحيه جدا لازم يبقى المشكله مش منه، لازم المشكله يحجبها في حد تاني، يقول لك الدكاتره مش عارفين يعالجون، الدكاتره مش عارفين يشخصون. ما هي القصه ان الدكتور المتخصص ما هيقدر يعالجك، بس في ستابس وفي خطوات لازم حضرتك تسمعها، واذا وصلنا لتدخل اتدخل بدري، ها، لان كل ما هتتاخر في التدخل المشاكل بتاعتك بتزيد. لا، ويقول جمله مشهوره جدا، يقول لك انا مش ساكت، انا مش ساكت، انا مش ساكت، ما هو راح لمين؟ لا، ما هو غير كده، لازم الناس تفهم حاجه مهمه قوي. ما هو في حاجه مثلا اديكم مثال، معلش جه في دماغي دلوقتي كره القدم، ما انا ممكن اعمل فريق يعمل هجمات كثيره جدا لكن ما يحطش جوان، ما هو في الاخر هو عمال يلعب على الجون بس ما بيحطش جوان، وبيجري كتير لكن وبيجري ما بيحققش نتيجه. ما بيحققش نتيجه، زي بالظبط اللي اخونا دوت بيلف هنا وبيسمع وبيلف هنا وبيسمع وما بينفذش، وبعدين لا سيبك بقى، ده انت عندك صدمه، او بينفذ في حاجات غريبه، ده انت عندك صدمه حضاريه جدا يا دكتور ايمن. والواحد بقى يعني بيسمع الكلام دوت من كتر ما بيقاوح بقى فيه زهق، يعني اصل خلاص انا لقيت الدكاتره ما بيجيبوش نتيجه، فاتجهت الى الايه؟ الطب العربي والطب البلدي والطب الافرنجي والطب المش عارف ايه. ما هو الطب البلدي والعربي والافرنجي؟ رحت لابو عصايه ولابو خشبه وللراجل اللي بيشد. خلي بالك احنا بنتكلم اكتر حاجه توعي الناس هو العلم، والعلم ده له مصادره، مصادر العلم نفسي اقولها بس للناس، مصادر العلم مش السوشيال ميديا،
السوشيال ميديا مش مصادر علم، ده مصادر جهل وخرافه. ده موجود في العالم، موجود، ده كارثه، ده موجود وبنشوف واحد بيشكي من ظهره علقوه من رجليه، بيتعلق في الفلك الفلكه وبعدين بقى بيضربوه. طبعا هو كده بيموته على فكره. لا ده هتشوف، ده في سمكري، ده في بشواكيش بقى وفي بحبل شد من ايده من رجله ومن الرقبه، دي كوارث. ده على فكره ممكن يموت في الحركه دي على فكره، اقسم بالله انا بتكلم جد. وخاصه لو عنده مشكله تانية. انا كان عندي مريض جالي واخد بال حضرتك، كانت عنده مشكله ايه؟ انزلاق غضروفي، وراح لحد عمل الحركه دي، الراجل دخل في غيبوبه كامله منهم. طلع ايه بقى؟ كان عنده تمدد شرياني في المخ، مجرد ما حط الموضوع ده جاله نزيف في المخ على طول، واخد بالك. اهله اللي جايني ده انا شفته قبل كده، كان عنده غضروف يا باشا، ده راح عمل كده، سمعنا عن فلان في الحته الفلانيه، رحنا له عمل الجلسه، طلع من هناك بغيبوبه. الوضع بقى والبوزيشن والشد والحزق ده خلاص فجر عمل نزيف في المخ. دخلنا في حوار تاني خالص. يعني نفسي اقول بس يعني بلاش نعيش كتير مع الناس دي. لو انت عايز تروح روح، بس ما تطولش. ما انا خلاص بقى، ما انا مش هقول لك ما تروحش انت ما بتسمعش الكلام، وما تخليش الثقافه بتاعتك هي ثقافه السوشيال ميديا، اللي هم تلاقي بوست نازل كده وتلاقي الناس كلها وراه. ده السوشيال ميديا مليان نصابين. نصابين جدا. وفي ناس لهم مصالح في هذا الكلام. طبعا يعني في ناس لهم مصالح انك تتجه هذا الاتجاه. اصل اللي بيسمع او اللي اخر معلوماته هي الشاشه اللي قدامه ده ما يعرفش حاجه. ما يعرفش ان ورا ده منظومات كبيره جدا هي اللي بتدور الموضوع. ايوه واخد بال حضرتك. يعني واحد ينزل ويرجع واحد يقوم شاتم في دكتور، 500 واحد داخلين برضو. اصل احنا بنحب نهيس في الهيصه يعني. لا وفي حاجه حضرتك قلتها بذكاء شديد جدا وخطيره جدا ومهمه جدا، في حتت كتيره دلوقتي تتمنى ان الطب المصري يقع. طبعا يقع. طبعا ده بكلم جد، ودي رساله بوجهها. احنا كنا من اعظم واقوى الطب وما زلنا الحقيقه في الشرق الاوسط بل في العالم. الكلام بس منافسينا في السياحه العلاجيه. لا احنا بدانا نكسر هذه الرموز. زي ما كسرنا كل رموز، زي ما كسرنا رمز الاب والام، زي ما كسرنا رمز المدرس، زي ما كسرنا رمز القاضي، زي ما كسرنا رمز الدكتور، زي ما كسرنا كده رمز ضابط الشرطه. ما احنا بنكسر الرموز يا باشا. ضابط الشرطه ده في وقت من الاوقات تم هدم صورته في علشان يحصل الفوضى اللي احنا شفناها. عشان يحصل الكوارث اللي احنا شفناها. دي حرب من الحروب، ولكن من يعي هذه الحروب؟ بس نفهم. انت النهارده مصر دي كان بيدخل لها ناس من الدنيا كلها بيجوا يتعالجوا. حتى والله من الدول الأوروبا، وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية كانوا بيجوا يتعالجوا. قارة أفريقيا كلها كانت قبلتها مصر. الدول العربية يحبوا مصر، بيحبوها حقيقي بصدق يعني. وفي جديد بقى في العلم. يعني احنا النهاردة لما بنتكلم في العلاجات، قلنا في علاجات دوائية، 80% من الحالات التي تأتي مبكرا لها علاج دوائي وعلاج طبيعي وعلاج فيزيائي وبتخف. طيب في ناس تانية الحالة تقدمت بيهم زي ما احنا بنقول. يظهر بقى، هنبص هنا هتلاقي المريض عنده جاي بيشتكي من ايه؟ ألم في أسفل الظهر، زاد الألم شوية، بقى الألم في نزل على الرجل. طيب عملنا أشعات لقينا هنا في انزلاق غضروفي موجود جوه. هتشوف الغضروف دلوقتي وحجمه، ده جزء من العملية، ده الغضروف اهو. شوف ضغط على العصب عامل مخلي العصب جاي على جنب خالص وضغطه جامد جدا. المجرد ما شلت الغضروف العصب فك. هي دي الألم اللي كانت بتشعلل الرجل ومولع عرق النسا في رجله، واخد بال حضرتك. دي عمليه ممكن تتعمل جراحه ميكروسكوبيه او جراحه بالمنظار، ها، او في مبكرا شويه لو احنا بدري والغضروف بس متضخم من غير ما ينفجر. في عندنا ما يسمى الليزر وتبخير، بس ده له حالات معينه عشان الناس ما تفهمش ان ده معمم، لان ده جراحه دلوعه شويه. طيب هنا غضروف تاني منفجر ضغط على العصب، بس الفقره ضعيفه. يعني في واحد الفقره عنده قويه، خلاص انا اشيل الغضروف وخرج خلاص الموضوع انتهى، دي جراحه ميكروسكوبيه، جرح من سنتي لسنتي ونص، الموضوع خلصان. تاني ده لا، ده الفقره ضعيفه جدا، لازم اعمل ده كده، حاجه اسمها تثبيت فقرات. ممكن اثبت فقرتين، ممكن اثبت ثلاثه، ممكن اثبت اربعه، على حسب يعني انا فين. يعني في ساعات بنوصل لتثبيت 6 فقرات. التثبيت ممكن يكون تثبيت من جوه الجرح، وممكن يكون تثبيت ان انا اقدر بجهاز معين ادخل القضيب من بره كده، و زي كأني باخد فيه غرزه كده، واخد بال حضرتك. في عندنا تكنولوجي كتير جدا، دي تقنيات. وادي الاشعه بعد العمليه، خلاص شلت الغضروف وقويت العظمه وقويت الفقره، الموضوع انتهى. الكلام ده مش احنا اللي بنبتكره، الكلام ده احنا بننقله، لان ده علم بقى موجود في الدول الدنيا كلها، وده علم ثابت واصيل. الناس بتعمل هذا الكلام. يعني لما يقول لك في المانيا
85% عندهم ألم في الظهر، والألم ممكن تسبب لهم إعاقات وعاهات. في ألمانيا اللي هم أجسامهم رياضية جدا، اللي هو 99% من الشعب ما بيركبش مواصلات وبيركب العجلة، الرياضة دي أساسية في حياتهم، الركض والجري كل واحد بيمشي له كل يوم 5-6 كيلو، واخد بالك؟ طب ما بالك بإحنا قاعدين طول النهار ما بنعملش حاجة، وأكلنا زي ما حضرتك عارفه، وشربنا زي ما أنت عارفه، ويعني حياتنا كلها ما هي معروف، حياة ساكنة جدا، ساكتة جدا، ناكل كتير جدا، قاعدين في الأرض جدا، ما نعملش حاجة. عملية هي، شوف العملية دي كان في وقت من الأوقات لازم تسافر ألمانيا عشان تعمل، واخد بال حضرتك؟ ومحدش في العالم يعرف يعملها. ما دي احنا النهارده بنعملها كل يوم 5-6 حلقات تثبيت، كل يوم تثبيت، تثبيت وفقره منقوله وبتجري وبتاع، والركب دي بتسمى، هي حاجه شبه الشرائح والمسامير بس اسمها دعامات. الدعامات دي بتقوي الظهر وتخلي الواحد يمارس حياته تاني. اللي بيلعب رياضه بيرجع يلعب رياضه، واللي بيشتغل بيرجع يشتغل، يعني الموضوع ما عادش حكر. ها، وبنعمل هذا الكلام والنتائج تماثل النتائج العالميه برضه، عشان نبقى عارفين ما هي النتيجه للجراحه في العالم كله. احنا بنتكلم في 85% 90%. طيب في امريكا بيتعمل 400,000 عمليه جراحه عمود فقري في السنه، 400,000 رقم، واخد بال حضرتك؟ كام حاله منهم بترجع لها الاعراض تاني وممكن يدخل في عمليه تانية؟ من 60-80,000 حاله من ال 400,000 حاله، يعني تقريبا الربع، تقريبا الربع او 20%. 20%، 20% من الحالات ممكن تدخل عمليه المره تانية. دي بيسموها دعامه حركيه متحركه، نقدر نثبت بها فقره واثنين وثلاثه واربعه ونعد، واخد بال حضرتك؟ ويركب عليها ما يسمى، دي اسمها الرودز، الرودز دي اسمها القضبان باللغه العربيه، يطلق عليها دعامه. هي دي اللي بتمسك الظهر وتقويه وتسمح في نفس الوقت ان الظهر يبقى فيه حركه، اقدر اوطي واقدر انحني وما تعملش مشاكل زي الجراحات العاديه والتقليديه. العلم موجود والتقنيات بقت موجودة وعندنا كل الكلام ده كله. ثقافة التعامل مع المشكلات الطبية ينبغي أن تبنى بشكل جيد جدا من أول أن أنا أصدق أن أنا عيان، وأن أنا أستسلم لفكرة أن أنا أكشف عند منظومة طبية محترفة، ثم هيتقال لي مطلوب منك فحوصات كذا وكذا وكذا، فأنا بطاعة وبتصديق وبإيمان بأنه أنني لا أخدع أنفذ المطلوب مني. فإذا قيل لي محتاج علاج طبيعي أو محتاج علاج دوائي أو محتاج جراحة، هسمع الكلام وهطيع وهمشي على البروتوكولات العلاجية. دي اسمها سلسلة الثقافة في كل منطقة. في ناس بتعمل السلسلة من أولها لآخرها بشكل رائع جدا، صح. وفي ناس تعملها لغاية النص، يعني لا، في ناس بتروح تكشف وبتاع وتاخد الكلام بس ما بيكملش وتلاقيه ما نفذش. قلت له علاج دوائي نفذ، قلت له لا ده انت انتقلت الى مرحله اللي تحتاج جراحه، اول ما يسمع جراحه تلاقيه هرب. في ناس في النص تتعب وتعيا وتتحرك بس تروح طريق غلط، ما تدورش على دكاتره، تدور على حد تاني غير الاطباء. كل المنظومه دي بيت زي بيت كامل لازم يتبني من اساسه لاعلى دور بنفس السيمتريه بنفس الدقه. ما عملتش دوت البيت ده هيقع، وهيقع عليك انت، هيقع كل، بس انت اكتر واحد هتضطر، لان انت محتاج لكنك تدخل في منظومه تنقذك وتعالجك بشكل جيد جدا وتقوي انت المنظومه. المرضى على فكره لهم دور كبير جدا في تقويه الطب في مصر. كل ما يكون الثقه متبادله بين الطرفين، بين الاطباء وبين المرضى، كل تقول لي طب ماشي من المرضى والاطباء، ده في دلوقتي حاجه مهمه جدا، في اطباء بقوا يقلقوا من الدخول لحالات معينه خوفا من رد الفعل اللي بعد، انه الحاله ما تحققش النجاح الاكمل. حقيقة. في برانشات طبيه، حقيقة. في برانشات طبيه في القلب، حقيقة. في في في, في, في الاوعيه الدمويه بقت يخاف دخل تنقص حياه بني ادم. طب افرض ما قدر ربنا سبحانه وتعالى وحصلت له مضاعفات اللي هي كانت هتحصل، لا يتهم فيها، فيقول لك طب انا اعمل ده ليه؟ ده حقيقي يعني. نورت وشرفت وابدعت. تسلم يا دكتور ضيفي العزيز الذي يبدع دائما، واحد من الاسماء الكبيره في عالم جراحات المخ والاعصاب، واللي له دور ريادي اكيد في الثقافه في هذا المجال. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم بقى مع الناس الحلوه. الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله،
استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مستشفى دار الطب. احنا قلنا ان البويضات طبيعتها او جودتها هي مسؤولية التنشيط، ولكن ان خرج عدد من البويضات مش كويس في يوم فانت بتبص على الملفات، وان خرجت الملفات ما فيهاش اي اتهام ناحية ان السيدات دول البويضات بتاعتهم المفروض ما يبقاش فيها مشكلة، فانت تبدأ تراقب بسرعة جدا طريقة التنشيط والأدوية بتاعت التنشيط. حتى الميكروسكوب اللي بيتهم بيه البويضات هو احنا بنسميه الانفيرتد ميكروسكوب، يعني هو الميكروسكوب في العادي هو العدسات بتاعته بتبقى فين؟ بتبقى فوق. العدسات بتاعت الميكروسكوب ده من تحت. الميكروسكوب ده هو حتى المايكرو مانيبيليتور اللي هي الجهاز اللي بيمسك البيضة، يعني هما إبرتين صغيرين قوي كده اللي هو المنظر ده، في إبرة اسمها اللي بتمسك البويضة، وفي الإبرة اللي بتحقن الحيوان المنوي جوه البويض. الأجهزة دي دقيقة جدا، والأجهزة دي سبحان الله، يعني احنا نشوف مع كل التقدم العلمي ومع كل التقدم في أي مجال، العربيات في منها ماركات، الساعات في منها ماركات، الكمبيوترز في منها ماركات، الآلة أو المكنة اللي بتمسك البويضة واللي بتحقن الحيوان المنوي جوه البويضة هما ماركتين أو ثلاثة في العالم بس، ثلاثة. واحدة اسمها نارشيجا، واحدة اسمها أبندورف، ومش فاكر التالتة إيه، انما هم فعلا، والثالثه دي عشان محدش بيشتري منها غالبا، فتصدق يعني العالم كله في شركتين او ثلاثه هم اللي بيصنعوا المكنه اللي بتمسك البيضه وتحن الحيوان المنوي اللي شايفينها جوه البويضه على طول بالظبط تحت الميكروسكوب بالظبط. الابره دي هي ابره بلاستيك اوكي او ازاز. الإبرة دي لو أنت مسكتها، لو خرجناها من العلبة اللي هي فيها مسكناها كده تكسر منك، ما يعني ولا حاجة، وهي طبعا هنا كبيرة لأن هي متكبرة مئات المرات. المعايرة بقى بتاعت المكنة دي قصة تانية. درجة الحرارة بتاعت السطح اللي هيتحط عليه الطبق دي قصة تانية، وبعدين دوان بعد كده بياخدك لانه البيضه اللي اتحقنت بحيوان منوي انت هتاخدها تحطها فين؟ جوه الحضان. عند النقطه دي الحضانات دي زي اوضه النوم. لا الحضانات ليه؟ لانه الفلتر انواع، وكل حضانه من دول تلاقي ليها 3 4 فلاتر. الغازات في بعض الاحيان، غازات الحضانات، غازات الحضانات، الغازات اللي بتوصل اللي بتوصل اللي هي زي ما بيقولوا ايه الهواء اللي بيدخل جوه الحضانه ده قصه. الابواب، النور اللي في الاوضه، المعايره بتاعه الشاشه ورؤيتك للانحراف سلبي او ايجابي بتاع الغازات جوه الحضانه، وبيطلعوا مضاد في الحضانه يقول لك الديسك توب مش عارف ايه تفتح من فوق. خلينا نتكلم على دي. فهو في الاخر الحضانات هو عالم تاني. لما كنت بكلمك على الامانه، انه لو انت النهارده عندك مشكله حصلت فهي مردودها في الاخر هيبقى فين؟ في جوده الاجنه.
سهل قوي ان حضرتك لو انا بشتغل معاك وانت المدير بتاعي وانا اللي مسؤول عن معمل الاجنه اقول لك والله الاجنه وحشه. ما هو محدش شايف. او الاجنه انقساماتها مش كويسه. او 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 او. انما لو انا بديت اكلمك عن انه انا شايف ان في مشكله واحد او اثنين او ثلاثه داخل الحضانات او داخل معمل الاجنه انت هتبدا تحترمني لان انا زي ما بيقولوا ترانسبيرنت معاك، يعني في شفافيه في حديثي معاك. فهمزه الوصل بين معمل الاجنه وبين المسؤول عن اداره المركز هي همزه في منتهى الصعوبه، لانه احنا الاثنين دماغنا عايمه مع بعض في التفكير. الحقيقه معمل الاجنه يعني انا كاحمد حاولت كثيرا ان انا تو انفست فيه او استثمر فيه في الامانه بتاعت البنادمين اللي بيشتغلوا فيه وفي رؤيتي للاجهزه اللي بتتحط. وعلى مدار السنين بديت ازود جدا في عدد الاجهزه اللي موجوده داخل معمل الاجنه لانه هي مربوطه بعدد الحالات اللي انت بتعملها. فانت النهارده لو عندك معمل اجنه بيعمل 10 حالات في الشهر يختلف تمام الاختلاف عن المعمل اللي بيدخل له 100 عيانه في الشهر، ويختلف تمام الاختلاف عن المعمل اللي بيدخل له 400 و500 حاله في الشهر. كل ما بيزيد عدد الحالات كل ما بتزيد عدد البويضات كل ما بيزيد الريسك يعني المخاطره، لانه الغلطه هتضرب عدد كبير من الحالات مش هتضرب حاله واحده. لو افترضنا ان احنا النهارده قاعدين والنهارده يوم مثلا السبت 1/10/2023، النهارده يوم السبت 1/10 في مجموعه من الستات بيسحبوا بيض وفي مجموعه كانوا اليوم اللي قبليه سحبوا بيض، فالنهارده الاجنه بتاعت اليوم الاول. والستات اللي يوم قبلها بيومين هم الاجنه بتاعتهم اجنه اليوم الثاني. والستات اللي قبلها بثلاث ايام النهارده اجنه اليوم الثالث. ولو هي سحبه من 5 ايام باكوردز فالنهارده اجنه اليوم الخامس. فانت ما عندكش 10 حالات ب10 اجنه بالاجنه بتاعتهم. انت عندك لو انت عندك كل يوم 10 ستات بيسحبوا بيض فانت عندك الاجنه والبويضات في مراحل انقسام مختلفه ل50 عيان. ولو انت فاكك اجنه بتاعت تجميد فانت عندك ازيد. هناك تنسيب بين عدد الاجنه وعدد الحضانات اللي المفروض يكون موجود داخل معمل الاجنه. فلا يجوز انك انت يبقى عندك مثلا ترافيك بيقول انك انت بتسحب ل 400 عيانه في الشهر ويبقى عندك 4-5 حضانات حتى لو هم احلى حضانات في العالم، حتى لو هم اكبر حضانات في العالم. لا يتناسب ده مع ده، لا يتناسب الكم بتاع الحالات اللي انت بتشتغلها مع عدد الاكويبمنت او عدد الحضانات اللي تخدم عليك. وهناك هناك توصيات عالميه بعدد الاشخاص اللي بيشتغلوا وعدد الحضانات وعدد الميكروسكوبات طبعا هنا بتظهر المشكله الكبيره جدا. من العاملين في هذا المجال كوحدات اطفال انابيب ماشي بالمقاييس العالميه. نورت وشرفت وابدعت كعادتك. حوار مهم جدا لرصد مكان مهم جدا داخل منظومه اطفال الانابيب والحقل المجهري وهو المعمل. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عبد الله الاستشاري تاخر الانجاب والحقل المجهري ورئيس مجلس اداره المؤسسه لمستشفى دار الطب التاخر والانجاب والحقل المجهري. نورت الناس الحلوه. شكرا. خليكم مع الناس الحلوه.
شاركت شركة ليبتس فارما الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بمصر والعالم بمؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية، وخلال فعاليات المؤتمر أعلنت ليبتس طرحها أحدث مستحضر لعلاج خشونة والتهاب المفاصل في السوق المصري. وأشاد عدد من كبار أساتذة جراحة العظام المشاركون بالمستحضر الجديد أنادار، الذي يمتاز بفعاليته العالية في السيطرة على مشكلة خشونة المفاصل بأمان تام، خاصة لكبار السن، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية، ليصبح بذلك المزيج الأول من نوعه في مصر. اليوم هو اليوم الأول من المؤتمر الدولي لجمعية جراحة مناظير المفاصل. إن شاء الله حيحاضر في هذا المؤتمر عديد من الأساتذة والاستشاريين في جراحة مناظير المفاصل، سواء من خارج مصر أو من مصر. فعلى سبيل المثال عندنا حوالي 40 أو 45 أستاذ أجنبي في هذا التخصص هيحضروا في المؤتمر إن شاء الله، وكله هيتكلم عن الحديث في جراحة المناظير. الحضور هنا عندنا في المؤتمر حوالي 800 واحد من الأطباء حاضرين. الأطباء المصريين اللي هيحضروا حوالي 45-50 واحد تقريبا. في المؤتمر احنا بنتكلم على بنود كتيرة جدا، بنتكلم على جراحة مناظير المفاصل، سواء مناظير مفصل الركبة كاملة، رباط صليبي، غضروف هلالي، أي شيء، الغشاء الصينوف في الركبة. وبنتكلم أيضا عن مناظير الكتف، سواء خلع متكرر لمفصل الكتف أو ضغط على الوتر الرافع للكتف. وأيضا بنتكلم على مناظير مفصل الحوض ومفصل الأنكل ومفصل الكوع. وبنتكلم على المفاصل الصناعية، سواء كان مفصل الصناعي للركبة أو المفصل الصناعي للكتف. هو شركة ليبتس مش غريب عليها أنها بتحاول تحل مشكلة عالمية. المشكلة العالمية بتلخص أن في حاجة اسمها خشونة المفاصل أو خشونة الركبة، ودي حاجة مرتبطة بتقدم سن المرضى في أغلب الأحوال، بعض الأحوال بتبقى ناتجة لأسباب ثانوية زي الإصابات والحوادث وكده. اللي بيحصل أن سطح المفصل متغطي بحاجة اسمها الغضروف المفصلي. الغضروف المفصلي ده هو طبقة غضروفية لما بتتعور أو بيحصل لها تقدم في العمر بتفقد كثير من الخصائص الطبيعية بتاعتها، وده بيؤدي لإحساس المرضى بالألم وصعوبة الحركة. عدد المواطنين على مستوى العالم المصابين بخشونة الركبة حوالي 240 مليون مواطن، فتخيل حجم العدد ده هوت وحجم الطلب ان انت عاوز تساعدهم بحاجة مش متوفرة ان احنا نقدر نعيد هذا النسيج الى طريق. فشركة ليبتس بتقدم لنا دواء جديد عبارة عن جلوكوزامين. جلوكوزامين ده مركب كيميائي موجود طبيعي في الانسجة بتاعة الغضروف المفصلي، مع تقدم السن بيفقد خصائصه وبيقل، فبنحاول نديه لعين في صورة اقراص تساعده على زيادة التركيز في الدم، يوم يقدر المفصل يستفيد بيها ويقدر يستعيد جزء من حياته. هو ليس حل نهائي طبعا، احنا عارفين تقدم العمر ده ما يملوش حاجة، دي حاجة بإيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هي أحد الوسائل المساعدة إن تحسن حالة المريض، تحسن استجابة المريض، تقلل الألم، خلي المريض في حالة يعني زي ما نقول حالة بلا ألم، ودي أهم حاجة بالنسبة لهذه الإيج جروب أو هذه المجموعة العمرية. الحقيقة مؤتمر الإيجا الدولي ده رقم 11، وإحنا جمعية الإيجا يعني بدأناها ب مجموعة كانت صغيرة، ودلوقتي زي ما انت شايف ما شاء الله العدد كبير جدا والإقبال ضخم جدا، والحقيقة يعني بتؤدي عمل تعليمي وتبادل خبرات بين الأساتذة وتعليمي للجينيورز، وعلشان كده الناس بتقبل عليه كتير قوي قوي. الأنادار الحقيقة ليه ميزتين، هو فيه جلوكوزامين علشان تبيلد ذا بون أب، يعني يساعد في تصنيع البروتين بتاع الكارتلج أو الغضروف في حالات الخشونة. والحاجة الثانية في الأوميجا 3، والأوميجا 3 معروف أنه أنتي إنفلاماتوري ضد الالتهاب، لأن مع الخشونة بيبقى فيه التهاب وهو ده سبب الألم في معظم الحالات. فأنت هنا بتدي حاجتين،
بتدي حاجة to build the cartilage up، وبتدي حاجة علشان الالتهابات في نفس الوقت الألم. فهنا في دبل بنفيت لحاجتين في نفس الوقت. هو طبعا المؤتمر ده رقم 11 بالنسبة لجمعية جمعيتنا المناظير المصرية لإصابات الركبة والكتف، وطبعا ده مؤتمر كبير جدا، يعني ناس كبير جدا، ناس كتير من الخارج جم، حوالي 30 واحد، وبنناقش في المؤتمر كل إصابات الركبة والملاعب والخشونة والمفاصل الصناعية في المؤتمر ده. وبالنسبة لخشونة الركبة، طبعا معظم الناس اللي بيجيلهم خشونة الركبة دي هم معدين 50 سنة، اللي هم الإلدر اللي كبار شوية في السن، وده طبعا عوامل كتير قوي سببها ومش هنتكلم فيها، بس طبعا احنا بنريد نتكلم على الفائدة من المؤتمر، وجودنا في المؤتمر. طبعا جميع الشركات هنا العارضين الأدوية بتاعتهم كلها معظمها بتتكلم على كيفية علاج خشونة الركبة. من ضمن الشركات اللي هي اللي بتقدم هذه الدواء ده الشركة المعلنة اللي هي شركة ليبتس، مقدمة دواء جديد اسمه الأنادار، ودي من الأدوية اللي هي بتساعد على تحسين حالة الركبة. مش أقول طبعا هي بتعالج الخشونة، لأن ده مش موجود أصلا، ولكن بتحسن حالة الركبة في حالات الخشونة المتوسطة. طبعا الخشونة المتقدمة قصة تانية خالص، ما ينفعش فيها أي أدوية غير حاجات الجراحية يعني. لكن الخشونة المتوسطة والخفيفة هذه الأدوية هي مكملات الغذائية، معظمها تحتوي على مواد طبيعية، ودي طبعا من الحاجات اللي هي بيستفيد منها المريض الخشونة المتوسطة في حالات الأعراض، بيتحسن حركة الركبة، المشي، الآلام، ودي من الحاجات اللي هي الحديثة اللي بيستخدم حاليا في علاج الخشونة الركبة المتوسطة. احنا طبعا النهاردة في مؤتمر جمعية مناظير مفاصل الجراحة العظام المصرية الإيجا، طبعا شرف لنا ان احنا دايما سبونسرينج للمؤتمر ده، وعلى هامش المؤتمر احنا بنعمل لونش للمستحضر الجديد بتاعنا الأنادار. يمكن في اتجاه عالمي دلوقتي للبعد عن المسكنات بسبب خطورتها الشديدة في حاجة زي الخشونة، لان انا محتاج مريض الخشونة ده يمشي على أدوية فترة طويلة جدا عشان يوقف الخشونة انها تكمل معاه. فبالتالي الاتجاه العالمي دلوقتي هو ناحية الأدوية البطيئة اللي هي بتمشي فترة طويلة جدا في جسم الإنسان إنها تعوضه عن ما فقد منه من مكونات طبيعية زي الجلوكوزامين وزي الأوميجا 3. هاي المادتين دولت مع بعض بيقدروا ان هم يوقفوا الخشونه، وان احنا نقدر نخلي المريض المصري او اي مريض عموما ان هو يبدا يمارس حياته بشكل طبيعي ويتحرك بطريقه احسن ويقلل التهاب المفاصل، وكمان نبدا نستغنى عن المسكنات. النهارده احنا على هامش مؤتمر جراحه المناظير المصريه ان احنا نطلق مستحضر الجديد لشركة ليبتس، وهو الاول من نوعه في السوق المصري، وهو مستحضر الأنادار. الأنادار هو تركيبة من الألفا دي جلوكوزامين والأوميجا 3. الألفا دي جلوكوزامين المتميزة في الأنادار ان هو نفس او المثيل للجسم بيصنعه وموجود في الغضاريف بتاعة المفاصل مرضى خشونة المفاصل. مع الأوميجا 3 فهو بيحافظ على الصحة العامة وبالذات صحة المفاصل بتاعت مرضى خشونة المفاصل والتهابات المفاصل. ده بيخلي الأنادار فعال جدا، وبيقدر يتحكم أو يعمل كنترول للالتهابات اللي ممكن تحصل لمرضى خشونة المفاصل، مع ان هو يفضل ان احنا نبتدي بقدر الامكان بدري، اول ما بيجي التهاب نقدر بدري، فبيقلل التقدم الالتهاب اللي ممكن بيحصل ويتاكل الغضاريف عند مرضى خشونه المفاصل. مش بس كده، هيبقى مفيد جدا للرياضيين برضو، هيبقى من الادويه المفيده جدا، لان الاوميجا 3 من الحاجات اللي هي موصى بيها وينصح استخدامها مع الرياضيين كمان، بالإضافة لمرضى خشونة المفاصل والتهاباتها. طبعا النهاردة سعداء بتواجدنا في مؤتمر جراحة المناظير المصرية، سعداء بنزول العقار الجديد بتاعنا، عقار الأنادار على هامش المؤتمر. طبعا هو أول عقار في مصر وفي الشرق الأوسط، بيتكون من مادة الجلوكوزامين مع الأوميجا 3. طبعا مادة الجلوكوزامين دي هي اللي لما بتنقص بيحصل بسببها خشونة المفاصل،
كمان عندنا مادة الأوميجا 3 في العقار طبعا بتقلل من الالتهابات اللي بتحصل نتيجة للخشونة. فبذلك احنا بنحاول على قد ما نقدر في العقار ده انه المريض بتاعنا ما يخشش في تغيير مفصل، وكمان بيقلل من استخدام المسكنات لما ليها من توابع وليها من أضرار جانبية على المريض المصري. احنا كشركة ليبتس بنشارك دايما مع كل الجمعيات اللي بتهتم بشأن المريض المصري. احنا بنقدم للمريض المصري أدوية مناسبة بكفاءة عالية بأسعار مناسبة. احنا طبعا امتداد لشركة ليبتس الأمريكية. احنا دكتور لطفي عمر أسس الشركة في أمريكا سنة 76 وجه الاستثمار هنا في مصر في أواخر التسعينات أوائل الألفينات. احنا زي ما بقول لحضرتك دايما بنسعى ان المريض المصري يتمتع بدواء بكفاءة عالية بسعر مناسب في جميع التخصصات. احنا الحمد لله الشركة بتقدم أدوية كتيرة جدا في مجال السكر، في مجال الضغط، في مجال جراحة الأوعية الدموية، في مجال جراحة العظام اللي احنا موجودين فيها النهاردة. احنا كنا موجودين لسه برضو الأسبوع اللي فات في المؤتمر، الأسبوع ده موجودين في المؤتمر عشان نقدم للأطباء الأدوية بتاعتنا اللي هي بتخدم المريض المصري. احنا والجمعية وأي جمعية مصرية وأي شركة مصرية بتهدف لخدمة المريض المصري. الحمد لله دايما موجودين باستمرار وإن شاء الله هنكون موجودين احنا وكل الأطباء في خدمة المصريين جميعا. النهاردة بنتشرف بوجودنا في مؤتمر جمعية مناظير المفاصل المصرية، وبنعلن عن انطلاق عقار جديد من شركة ليبتس. شركة ليبتس بقالها كتير بتهتم بعيانين الأوستيو أرثرايتس وعلاجات بتاعتهم، وعلى مدار 20 سنة اللي فاتوا كان عندنا مستحضر الدورفين لعلاج خشونة المفاصل، والنهاردة بنطلق العقار الجديد عقار الأنادار، وهو تركيبة جديدة مستحدثة أول مرة تنزل في مصر وفي الشرق الأوسط لعلاج خشونة المفاصل. تركيبة بتتكون من مادتين، مادة لعلاج خشونة المفاصل ومادة لعلاج الالتهاب اللي بيصاحب العيان وهو عنده خشونة مفاصل، بيبقى عنده وجع وألم يعني بيقدر ياخد عشانه مسكنات. فاحنا بنلغي فكرة المسكنات عشان أضرارها كتير على الجسم، الكلى والكبد وحاجات كتير، فبنحط مادة الأوميجا 3 اللي هي بتساعد على مضاد للالتهاب، تقلل الالتهاب وتقلل الوجع والعيان يحس بريليف للبين، وفي نفس الوقت بنعالج بالمادة الأساسية اللي هي الألفا دي جلوكوزامين بنعالج بيها خشونة المفاصل. فيشرفنا النهاردة ان احنا نعلن عن انطلاق الدواء الجديد للسوق المصري وللعيان المصري. يسعدني النهاردة واحنا بنحتفل مع جمعية جراحة المناظير المصرية بتقديم منتج جديد لشركة ليبتس وهو أنادار. أنادار يعتبر من أحدث العلاجات اللي موجودة دلوقتي في أمريكا لعلاج خشونة الركبة. الأنادار هو بتكون من مادتين فعالتين، أولا الجلوكوزا من سلفيت اللي هي المادة الفعالة اللي موجودة في الدورفين، وحضراتكم عارفين الدورفين كان من أعظم الأدوية وما زال من أعظم الأدوية لعلاج خشونة الركبة. المادة الثانية اللي في الأنادار اسمها أوميجا 3، وأوميجا 3 من العلاجات الحديثة اللي ضد الالتهاب المفاصل وضد الألم. أنا دار يعتبر من أحدث العلاجات النهاردة لعلاج خشونة الركبة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون من الأدوية الحديثة اللي تساعد المريض المصري بأسعار مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله.